إن شاء الله الثانيتين يفترض نكون على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم على صفحة الدكتور أمجد قرشة في هذه الحلقة إن شاء الله، اللي أعتقد أنكم ستستمتعون بها. كما هو الحال، لابد من أمرين: أن ننتظر قليلا حتى نتأكد أن الربع قد دخلوا، والنقطة الثانية إذا تكرمتم أكدوا لي إذا كانت صورتي واضحة وصوتي مسموعا. إذا تكرمتم الإخوة اللي دخلوا، إذا ممكن الصوت لو سمحتم. يا الربع الصوت، يا الربع الصوت، في صوت؟ الصوت مسموع أم لا؟ ما شاء الله، الأخ أنس المصطفى، فؤاد الكميل، الصوت تماما. شكرا أخ أنس. إذا أميمة، الصوت تماما واضح مسموع، جميل ممتاز، الصوت تمام ما شاء الله. هذا ما شاء الله ما شاء الله، كل شيء تمام فؤاد. إذا تمام، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله إخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم. طبعا اليوم عندنا حلقة متميزة إن شاء الله، ولقاء متميز، وضيف متميز أسعد به، الله يبارك. غير عن أنه هو متميز في ذاته، ويعني وأفتخر أنا شخصيا بتميزه، سبب من أسباب سعادتي وفرحي يعني يوما ما قدر الله لي، وكنت أحد الأساتذة الذين تشرفوا بتدريسه. الله يبارك فيك. الأخ عصام سلطان، أهلا وسهلا فيك يا أستاذ عصام. اهلا بك دكتورنا الحبيب، الله يبارك فيك. حياكم الله، يا اهلا وسهلا. طبعا لما تبلش بدنا اياك شوي تعلي الصوت، لكن بعد ما انا انتهي من مقدمتي. طيب تمام، ابشر. اذا يا احبه، بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، بعد ان اسال الله ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما، والا يدع فينا شقيا ولا محروما. اليوم عندنا لقاء نوعي، وبسبب إنتاج وإنجاز نوعي بدنا نتحدث عن مركز اسمه آتاها. قبل ما أتحدث عن المركز بدي أعطي مقدمة بدقيقتين ثلاثة عن إشكالية يعاني منها المسلمون بأنحاء العالم، وهو شعورهم العام بأن الشباب عندهم تقصير كبير جدا في خدمة دينهم بطريقة نوعية علمية منظمة ممنهجة. وقبل هذا هناك دعاوى كثيرة جدا ورجاءات وشعور بالتقصير، أنه بشكل عام البالغون الكبار المثقفون العلماء قلما من منهم يهتم باليافعين من يسموا، يعني لا أحب التسمية، لكن على المشهور بالمراهقين، وربما تسمية اليافعين هو الأفضل، أو الشباب، خلينا نحكي مرحلة اليافعين بدايتهم ولا أوسطهم ونهايتهم. الآباء والأمهات يشكون من قلة وجود من يهتم، والشباب أنفسهم إذا كانوا ملتزمين وواعيين قليل منهم من يقدم مبادرات وأعمال منهجية. فالشكوى من الكبار لأولادهم، والشكوى من الشباب أنفسهم بأننا ماذا نفعل غير الأمور التقليدية. إذا سمعنا بشاب متدين متميز ما شاء الله، قد يكون أقصى ما يفعل أنه يدرس القرآن، وهذا شيء رائع جدا، أو يحفظ القرآن، شيء رائع جدا، لكنه موجود بكثرة. في المقابل عندنا تحديات ضخمة جدا، تحديات فكرية نفسية تربوية إعلامية. الآن موضوع الإنستغرام أو الفيسبوك دقة قديمة، صار اليوتيوب دقة قديمة، دخلنا على الإنستغرام على وشك يصير دقة قديمة. ألعاب الإلكترونية، كنا نحكي بالأتاري على أيامنا إحنا، هذا الأتاري الدقة قديمة، صار في بلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 2 و3 و4، دخلنا على موضوع الببجي بعديها بشوي، الآن دخلنا على التيك توك اللي قلب ميازين العالم كلها. يا ترى كم نسبة الناس اللي عندهم مراكز يهتموا بمخاطبة هذه الأفكار على أسس علمية منهجية فلسفية، وعندهم الرؤية الواضحة العقدية، ما الذي ينبغي أن يقدم، وهمهم ليس فقط جني المال أو الشهرة أو فقط تقديم أي شيء للأسف كما يفعل أصحاب الاتجاهات الأخرى. إذا كانوا ملتزمين متدينين وعندهم وعي وعندهم التزام، يا ترى تحت هذه المظلات التي يشكو فيها كثير من الناس، برز لنا مجموعة من الناس المتميزين، وأحدهم وعلى رأسهم أخونا أستاذ عصام سلطان.
سأعرفكم به الآن بكلمات قليلة جدا، ونتعرف على المركز الذي أسسه هو وشريك له وندردش. العنوان العام بنطلع على تجربة جميلة شبابية أصحابها شباب، تعنى بمعاناة الشباب وحاجاتهم الفكرية والعقدية والسلوكية، بأمر بدنا نسمع منه إيش بميز هذا المركز، بإيش مختلف عن المدرسة العادية، من أين أتت فكرته، ما الذي ينصح به، كيف يمكن أن تستنسخ هذه الفكرة، كيف يمكن أن يتعاون معه، وهكذا. هي عبارة عن دردشة عفوية، نأخذ منها أفكار معلومات نستفيد، وبعد ما ننتهي من الحد المتوسط من الدردشة ونتعرف، راح يصير أفتح المجال إن شاء الله بإذن الله لأسئلتكم الواضحة عندي هنا على الصفحة، وأرحب بكم طبعا جميعا. أخونا عصام سلطان، بكالوريوس أصول دين من الجامعة الأردنية كلية الشريعة، كلية التي أعتز بها وجامعة التي أحبها، وتسمى الجامعة الأم الحمد لله. وثم حصل ما شاء الله عليه على ماجستير دراسات إسلامية باللغة الإنجليزية من جامعة سراييفو في أوروبا، الله يتقبل منك إن شاء الله بإذن الله. وقد شارك في دورات متعددة ومدارس صيفية في مصر والبوسنة والسعودية والمغرب والأردن، وهو طالب علم شرعي مهتم تخصيصا بالعقيدة الإسلامية وعلم النفس وموضوع الفلسفة، وتخصيصا الفلسفة الآن آخر اهتماماته بهذا الموضوع. حاليا هو مدرس تربية إسلامية في المدارس العمرية للصفوف الأساسية العليا الثامن والتاسع. طبعا ومعلومة على الهامش يا أحبة اللي بسمعونا، برأيي الشخصي أنا ما بعمم، مش قاعدة، اللي ما علم ولا جرب التعليم رح يبقى فاقد ولا واحدة من ألذ أنواع الشعور والمهن على كوكب الأرض، ألا وهي مهنة الأنبياء. أرجوكم حبيت تستمتعوا، جربوا أنكم تعلموا وتدرسوا في أي شيء الله أعطاكم إياه. متعة التعليم شيء لا يعرفها إلا من جربها، وإياكم أن تستمعوا للأصوات السلبية التي تتحدث عن مهنة التعليم بطريقة سلبية. إذن مركز ما آتاها، أنا الآن يمكن أكون مقصر في التعريف بنفسك يا عصام، أهلا وسهلا فيك، حابب تعلي صوتك إذا سمحت وتعرفنا على نفسك كشخص قبل ما نحكي عن المركز بشكل أفضل بلغتك. بسم الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الله خير أما يشركون. بداية أنا حاب أشكرك دكتورنا الحبيب، يعني لكم يسعد الإنسان بهذه الفرصة أنه يكون مع أستاذه، يعني والشخص الذي له فضل عليه عظيم بعد رب العالمين. يعني نحن ما أخذنا في الحقيقة يعني فكرة الهمة والعمل والإنجاز والإقدام والجراءة إلا منك يعني، ومن أساتذتنا الآخرين يعني رضي الله عنهم، فبارك الله فيك يعني. نحن في مدرستك ويعني وكل في ميزان حسناتك، أنت وكل من علمنا حرفا إن شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك إن شاء الله. بهذا شرفا للمعلم، أن كل من علمه سيبقى أجره له إلى يوم القيامة. هذا ربما الذي لن يجد يعني هذا الأجر أي وظيفة أخرى، أي موظف أي وظيفة أخرى يعني. فيكفينا هذا الأجر يعني، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. زي ما تفضلت يعني أنت عرفت بنا كفاية يعني، لن نزيد زيادة كثيرا يعني. أنا عصام سلطان، طالب في الحقيقة يعني، أحب أن أعرف بنفسي أني طالب علم في المقام الأول، مهتم في العلوم الشرعية. بحب أقدم بطالب علم لأن كلمة طالب علم يعني كلمة صعبة حقيقة فهم ظروفنا الحالية. قديما كان مفهوم طالب العلم الشرعي مفهوم له مكانة كبيرة جدا في نفوس الناس، مقدم على العلوم الشرعية بشكل عام يعني، يقدم ويوضع على الرؤوس. لذلك أحد السلف يقول كنا إذا رأينا شابا فيه نبوغا منذ الصغر مباشرة اصطدناه وأخذناه لنعمل عليه في العلوم الشرعية. يا سلام، كانتها مثل ما كانت اليوم بالنسبة لنا الطب، إنه أفضل الناس والنخب هي من تدرس الطب. بشكل مقارب كان العلوم الشرعية يعني، وفي كل خير طبعا يعني. لأجل ذلك أتوقع واحدة من الأسباب تفضلت فيها، لأنه الحضارة الإسلامية كانت هي الأولى في العالم لمئات السنين، وجود الوزن النوعي لهذا النوع من العلماء خرجوا من رحم هذا النمط من التفكير، والله أعلم. نعم صحيح 100%، هذا أحد الأسباب الواضحة يعني، واضحة الدلالة يعني. وهذا طبعا دلالته من النصوص الشرعية كثيرة يعني، أكثر من أن تعد وتحصى يعني.
جميل جميل. زي ما تفضلت، انا كنت اول شيء طبعا طالب جيد الحمد لله في التوجيهي، جبت معدل 95 و10، درست هندسه ميكانيك سنتين، وبعدها حولت شريعه اصول دين. يعني كان السبب ان بكل بساطه واختصار ان التخصص المناسب لاي واحد فينا هو التخصص الذي بالبدايه ياخذ منه وبالنهايه لابد ان يعطيه. جميل ما شاء الله ما شاء الله. هذا كانت البدايه الحمد لله، خلصت اصول دين في 3 سنوات، وبعدها صحت لي يعني فرصه دراسه ماجستير الحمد لله بمنحه في جامعه سراييفو في اوروبا الشرقيه في برنامج اسمه اسلام ان يوروب، يوازي عندنا في بلادنا يعني دراسات اسلاميه في اللغه الانجليزيه. الحمد لله ذهبت وشرفت على الانتهاء وعدت، والان يعني اشتغلت في مدرسه السنه الماضيه، والان اعمل في المدارس العمريه زي ما تفضلت. يعني الرحله حقيقه كانت طويله، ويمكن من اوائل الاشياء اللي اشتغلنا فيها معك هي يعني اليوم العلمي في كليه الشريعه، من الاشياء الكبرى اللي قمنا فيها في الجامعه وكان لها اثر كبير. وحاب انوه لفكره انه ما قدم في السنوات السابقه من خطوات صغيره هي التي قادت في المستقبل لخطوه قد تكون اكبر قليلا. جميل. تكون اكثر قدره على التاثير في الواقع. فلذلك هذه من اوائل الرسائل اللي ابدا فيها، ان الانسان لا يستخف ولا يستقل باي عمل ولو صغير، لان في الحقيقه كميه التجارب اللي بيمر فيها الانسان وكميه الفائده اللي بيجمعها هي في الحقيقه تشكل في النهايه حجم الانجاز الكبير الذي سيعمل فيه وسيكون متخصص فيه. كل في هذا البحر. جميل. من أوائل الرسائل أن يكون الإنسان دائما كثير الحركة نشيط. يعني هذا كمان يعني من أكثر الأشياء اللي الحمد لله جامعاتنا وأظن غالب الجامعات بشكل عام يعني في مختلف الدول يعني تتيح هذه الفرصة، فالإنسان يحاول دائما يكون يعني نشيطا قادر إنه يتعامل مع أشخاص مختلفين جنسيات مختلفة، ينوع مهاراته ينوع معارفه. هذا دور كبير فيما إن شاء الله رب العالمين سننجزه في الأيام القادمة في مركزنا. طيب جميل. الآن يعني الحمد لله 400 أنا مدرس، ويعني نرى آثار التدريس حقيقة في يعني أيامنا اليومية في حياتنا اليومية في نظراتنا في نظرتنا لنفسنا يعني الحمد لله رب العالمين. جميل 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 ما شاء الله، نسأل الله أن ينفع بك. والله أنا سعيد جدا بهذه المعرفة وهذا النمط وهذا التفكير، ربنا إن شاء الله يجعل ميزان الحسنات. بس من باب الأمانة والبر، إحدى الأخوات عم بعثت رجاء أن تذكر اسم والدك من باب البر، عصام إيش سلطان. نعم رضي الله عنها، يعني أنا أشكرها والله. أنا عصام معين ياسين سلطان، والدي اسمه معين ووالدتي اسمها سعاد رضي الله عنهما، يعني هم السبب بعض رب العالمين وفضلوا علينا بالإسلام أنني هنا، يعني تحملوني ولما حولت من الهندسة إلى الشريعة يعني العظيمة. لكن الحمد لله رب العالمين الآن أمور ممتازة، وهم يعني سعيدون أكثر مني ربما في الموضوع، يعني ربما مش متأكد يعني. طب سؤال، إيش اللي خلاك وأنت عم تدرس هندسة، والهندسة يعني من التخصصات المرغوبة جدا جدا عند الناس كبرستيج اجتماعي واستعداد نفسي لنتاج مالي ومكانة اجتماعية وإلى آخره، شو اللي خلاك تغير للشريعة قبل ما ندخل بالحديث عن مركزك الآن؟ في أكثر من سبب، يعني رح ألخصهم في سببين. الأول إنه في الحقيقة هو مش اختياري الشخصي، هو اختيار المجتمع لي بسبب الظروف المحيطة. أيوة. لما تجيب أي واحد بتجيب معدل جيد في التوجيهي، خلينا نقول فوق 90 على سبيل المثال، مباشرة الطرق تنحاز يعني إلى جانب واحد، وهو جانب يدرس هندسة طب، يعني إذا كان شوي الأهل متفتحين صيدلة بعض التخصصات الطبية، أو أقصى الاحتمالات الحديثة اللي هي المعلوماتية مثلا أو اللي مربوطة في التكنولوجيا. حقيقة هو مش اختياري، لأنه ما عرضت لي كل التخصصات بمرتبة واحدة وأنا اخترت منها. هذه مسألة. مسألة ثانية أن في الحقيقة يعني وجدت أنه مش هذا المكان اللي حاب أقدم فيه، يعني الهندسة تخصص جميل ويعني أثره عظيم والأمة بحاجته، لكن أنا شخصيا ما وجدت نفسي به. وهذه رسالة ثانية أيضا في هذا الموضوع، أن الإنسان يعني ولو تأخر في إيجاد نفسه يقدم. جميل. يعني بعد سنتين غالب الناس يحكوا لي طب خلص خلص يا زلمة هندسة، فكك يا زلمة تدرس شريعة لحالك في البيت. هو في الحقيقة الفكرة مش إنك تدرس لحالك في البيت، هي الفكرة إنك تكون في مكان حاب تكون موجود فيه. أيوة أنا هذا بدي أوقف عنده. هاي طبعا رسالة لكثير من الناس اللي أنا ترى على فكرة سمعت عن حالات كثيرة جدا، مش يعني وصلت لمرحلة الظاهرة تخصيصا الطب، لأنه عقدة دراسة الطب في الأردن تكاد تصل لمرحلة إنه بتعمل حالة مرضية عند بعض الأهل وعند بعض الطلاب، لدرجة سمعت عن قصص طلاب أنهوا الطب خلصوا الشهادة استلموها
وراح اعطاها لابوه او لامه، قال له تفضل هاي الشهاده اللي انت بدك اياها، الان بدي ادرس الان اللي اريده. يعني عمليا ضيع 7 سنين من حياته عمليا. صحيح صحيح 100%. اللي هو الالزام او الضغط. جميل انه الانسان بغض النظر عن التخصص بده يذهب للمكان اللي بيعشقه وبيحبه، طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار الامور الاخرى. بعرف لان الناس راح يدخلوا، طب وين بده يعيش، وين بده ياكل، احنا ما قلنا يشحد. نعم صحيح. وهذه اشكال، يعني صراحه انا عملت هذه الحركه، يعني شفت الكثير، وهذا الشيء بالشيء يذكر، شفت كثير من الاصدقاء والشباب اللي كانوا في الجامعه كانوا يجوا علي لانه يمكن ما قدروا يعملوا الحركه اللي انا عملتها. وهذه صراحه رايت، يعني والله لا ابالغ اذا قلت، يعني مش حاله ولا حالتين ولا عشره، يعني عشرات حقيقه. يجي نفسه يحول لكن مو قادر، بسبب ضغط المجتمع، بسبب ضغط الاهل، بس اسباب عده، يعني بغض النظر شو تفاصيلها. يعني صراحة المشكلة موجودة، يعني نسأل الله أنه يعيننا إن شاء الله على التوعية فيها في المستقبل أيضا، يعني جانب مهم إن شاء الله. جميل جميل جميل. هذه إحنا لسات عم نحمي، بنحمي هذا لسات نحمي، بس من باب البر أيضا. إذا ظننتك ستذكر شغلة، أنا يعني أحد مؤسسي المركز، وأيضا هناك مؤسس آخر صديقي العزيز علي القواس، من باب التعريف به أيضا، يعني أنا وياه أسسنا المركز، وهو أيضا يعني أخ طالب علم شرعي مهتم في الفقه الشرعي بالمقام الأول، وهو طالب سنة رابعة في كلية الشريعة، وعنده تجربة تربوية ممتازة وخبرة يعني حقيقة كبيرة، ولعلها أكبر مني أيضا في التدريس الخاص مع الطلبة وبعض الأساتذة. علي القواسمي. علي القواسمي نعم، يعني إن شاء الله لعله في المستقبل نرى، يعني يكون هناك تنسيق آخر له إن شاء الله. هذا مظبوط. يذكر يعني أنا لا أشوى مظبوط اسمه هيك كتبته أنا. علي القواسمي نعم نعم صح. يا حياك الله. طيب قبل ما ابتدئ الان بالدخول على لب الموضوع ونحكي عن المركز، هناك من يسال، الاخ سيف عم بيسال هل هناك موقع الكتروني؟ نعم هناك بيج، احنا مبدئين لنا بيج على الفيسبوك، وفي لنا كمان شانل على التليجرام، يضعهم الان الاخ علي هو موجود معنا يعني متابع، فراح يضعهم ان شاء الله في التعليقات، يعني ستجدونهم في التعليقات. الاخ علي القواسم الله يكرمك، حط لنا الرابط على الصفحه وانا ان شاء الله بضعها امام الناس باذن الله. الله يجزاك. ممتاز. طيب الان مؤسسه اتاها، طبعا انا لي قصه مع اتاها، اني دائما كنت امزح مزحه مع طلابي وطالباتي، وكررت عده مرات على حوالي 17 سنه اجريتها التجربه على الاف مؤلفه، ودائما الكل كان يقع في في المقلب، اقولهم امزح مزحه يعني، والا يمكن مرت عليك او سمعتها او شفتها مني مره من هالمرات السنوات، خاصة المحاضرات العامة، أقول لهم بدي أشوف مين فيكم حافظ القرآن بشكل أفضل، مين فيكم ذكي، مين فيكم يتهيئوا نفسيا، بقول بدي أحكي آية وأشوف مين فيكم بكملها، بقول لا يكلف الله نفسا إلا، فالقاعة بيكون فيه 500 أو 1000 كلهم وسعة، لا آتاها. قلت وقعت بالفخ اللي هو إيش، اللهم صل على سيدنا محمد، قلت وقعت بالفخ اللي هو انه انا عم بقول لكم، عم بثبت لكم الان انه معظمنا، مع انهم الايتين موجودين في القران، قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا اتاها، الا وسعها تاتي للاعذار لمن لم يستطع، لما ربنا سبحانه وتعالى بده يفهمنا انه لن اكلفكم فوق طاقتكم، والايه الثانيه تتحدث عن أحاسبكم على ما أعطيتكم، معظمنا يحفظ الأولى ولا يحفظ الثانية. وهذا إن شاء الله راح نحكي الآن إن شاء الله، هسا هذا المحور. نعم. هي الآن علي المركز اللي نعم. هو اللهم صل وسلم أتاها سنتر. جميل. هذا هو الموقع لمن يسأل، وكل فترة وفترة أخ علي الله يكرمك إذا سمحت ضلك حط الرابط طول ما إحنا شغالين مع بعض، عشان كل أحد يسأل يسمع. إذا فكرة مركز أتاها الشبابي، من طالب الشريعة الذي كان في الهندسة ثم ذهب إلى أصول الدين ثم درس العقيدة وأحب الفلسفة ورجع من أوروبا ليفتح مركزا تعليميا تدريبيا، لماذا أتاها؟ طيب خلينا نبدأ دكتور، يعني الحقيقة بقصة ربما تكون مضحكة قليلا لكن تعبر عن الإشكال، قلب الإشكال. نعم. القصة بدأت مع الأخ علي، كان في يوم في المسجد، فكان يعني بيشوف طالب من الطلاب، شاب من هالشباب يصلي في المسجد، فحاب يتعرف عليه يحكي معاه، فبيسأله يعني كيف أمورك، شو أخبارك، أي مدرسة، أي صف، وهكذا يعني.
فبقول له انت يعني علي شو بتعمل؟ قال والله انا بدرس. قال انت وين بتدرس؟ قال له في مركز يعني لكن بعيد قليلا عن المنطقه. فالطالب يعني حرفيا تنهد للاسف، معنى التنهيد للاسف. هذه الحركه البسيطه وهذه القصه الصغيره كانت الحقيقه شعله البدايه. اجتمع انا والاخ علي، يعني كنا يعني عشان توصل الفكره كامله بتفاصيلها للمشاهدين، كنا جالسين ناكل شاورما في يوم من الايام يعني قاعدين ونتناقش يعني تحتين انا على قلبك. فالحقيقه انه كنا بنحكي، فكان الهم مشترك، وهذه نقطه اساسيه ان يعني يكون الانسان دائما مرافق لاصحاب هم مشترك. فكان الهم مشترك وقال لي والله يا عصام صراحه صار معي كذا كذا، واحنا الاثنين بنشتغل في مراكز كنا بعيده بعيد عن منطقتنا اللي هي منطقه طبربور ضاحيه الاستقلال، وهذا سنحكي سنذكره لاحقا يعني المنطقه اللي عايشين فيها. فالحقيقة بلشت فكرة طب شو رأيك نعمل إحنا إشي هون؟ هذه كانت شعلة البداية في جلسة على عشاء بقصة بسيطة. وهذه رسالة في مسألة إنه الإنسان مو محتاج حقيقة يعني مكان مرفه جميل جدا واجتماعات وتنسيقات كبيرة حتى يبدأ بإشي، بأبسط الأشياء بإمكانيات بسيطة تنطلق بإذن الله تعالى يعني أمور عظيمة بإذن الله. هذه كانت البداية. لاحقا بلشنا وصرنا اخذنا الموضوع بجديه وبحثنا هل في موجود شيء، هل في عمل موجود، لم نجد شيء. بعدها باذن الله يعني الحمد لله رب العالمين بدات القصه يعني معنا وبلشنا نشتغل على هذا الموضوع. ما شاء الله سبحان الله، شوف كيف ضربنا ببعث بعض الاحيان مع انه ظاهر القصه فيها نوع من اللمز او فيها نوع من السلبيه والنظره غير الايجابيه، لكن هي تسببت شوف في اصحاب الهمم. زي بتذكر عبارة قرأتها وأنا طفل صغير من مجلة ماجد، كنت أحب قراءة مجلة ماجد. ما أعرفش على وقتك كانت موجودة، أنا على وقتك أكثر من هي لساتها موجودة؟ موجودة موجودة. هل ما زالت على خيريتها التي كانت عليها؟ الله أعلم يعني. الله أعلم. هي كانت جيدة. فبذكر قرأت عبارة قال الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء لكن الأقوياء يرتكزون عليها كي يصلوا إلى القمة. يعني نسأل الله أن نكون منهم صح؟ انحطت أمام وجه يعني كل اللهم صل على سيدنا محمد أمام الأشخاص، واحد طلع قال لك أبي حاجز وناس بتعلق علي والناس تطلع يحبط، بصير يخاف يحكي عن تخصصه، بصير يخاف زي البنت اللي بيكون ربنا أكرمها بالحجاب مثلا والعفة والستر، لما يعلقوا الناس على حجابها بصير تستحي تخاف تطلع ما بتحكيش أو مستعدة تترك الحجاب عشان يعلقوا عليها. في المقابل مثل اللي بيصير هذا يدفعها تروح تقرأ كتب عن روعة الأحكام الشرعية وعلاقتها بالسلوك وكيف وليش ومين وكذا، وتصير من أكبر المدافعات عن العفة والستر بالعالم بسبب من علق واستهزأ. سبحان الله، هذا شيء طيب والله، شيء طيب جميل. طيب الآن مركز آتاها هذا اللي صارت الفكرة إنكم تفتحوا مركز. طيب أوكي، شو أهميته المركز هذا يعني ليش؟ جميل. هو الفكرة عن المراكز الثانية يعني أنتوا بس زدتوا عدد؟ هو صراحة إن شاء الله ما نكون زدنا عدد يعني نزلنا عدد عن الناس طبعا أنا ماشي. طيب إحنا صراحة يعني بلش الموضوع إنه إذا نفتح مركز، طيب ماشي علي، طب شو الحل؟ الحل إنه المشكلة اللي بنواجهها وصراحة بدأت أيضا من ناحية العطش الشديد لمركز يخاطب الشباب بمسائل حقيقة معاصرة. ايوه انا هنا خط احمر، العطش الشديد لمركز يخاطب مسائل معاصره. العطش من مين؟ العطش من الشباب ومن الاهل. ايوه حط لي خط احمر على الاهل، ال 24 ساعه بتسالوا وينكو، قدموا لنا شيء، سووا لنا شيء لاولادنا، وهي ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بمثال رائع جدا. في عطش من الطرفين. طب نعم. شو نعم. شو عناوين زي ايش اشياء معاصره يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال الاهل صراحه في تعطش شديد لطرح يعني مسائل معاصره، وانا يعني ارجو يعني كلامي سيكون جريء قليلا ولكن هذا واقع لابد ان نتعامل معه، وهذه من المشاكل الموجهه يعني مع الخطاب عن الملتزمين انه بيكون يعني متحرج زياده عن اللزوم في التحدث في بعض المسائل. نعم. في عطش شديد للتحدث عن مسائل أساسية تواجه الشباب. على سبيل المثال، مثال واضح جدا هو على سبيل المثال الثقافة الجنسية. نعم. على سبيل المثال تحدي معاصر أصبح يعني قريب جدا منا، مسألة الشذوذ الجنسي. نعم.
قريب جدا مسائل، خلينا اخذ ابسط التدخين، يعني مش بسيط اقصد مش مهم، لا مهم، لكن ابسط من بعض الامور الاكبر يعني. صح صدق. مسائل ايضا من طراز ان ابني على سبيل المثال لا يصلي، ابني ممكن والعياذ بالله يعني يتلفظ بمسبات سيئه، يتلفظ بلفظ الكفر احيانا. نعم واقع يعني، ممكن مش في كل الاماكن، لكن تحديات تختلف باختلاف السياقات. هذه مثلا مواد متعطش الاهل لها، متعطش لتربيه شاب صادق مع نفسه لا يكذب، متعطش تربيه شاب ربما مقصر يكون، يعني لا يوجد فينا احد كامل، كلنا مقصرين، لكن قادر على الرجوع لرب العالمين. لا تهزه شبهه، لا يهزه سؤال. جميل. يوم من الايام في الجامعه بحملات تنصير ياتي من يرشده ويقول له طب ما هو روح القدس؟ سؤال واحد يهز اركان شاب. هذا الاهل خايفين منه، وللاسف كثير من الاهل ما عنده اجوبه، نحن لا نطلب من الاهل يكون عندهم اجوبه لكل شيء. لكن في اشياء يعني في جزء منها فيها تقصير من الاهل، وفي اشياء تخصصنا احنا، يعني دورنا احنا نقدمه، ليس كل شيء على الاهل، يعني عباره عن احنا حلقه متكامله يملاها كل جانب. لكن لابد ان يملا الخلل جوانب اخرى، منها احنا مثلا مدرسي التربيه الاسلاميه. وعلى سبيل المثال يعني يعني اذكر مثال يعني على احيانا عدم القدره على التعامل السوي، وهذا من اهداف المركز انه ننشئ شباب سويين. يعني بمثال بسيط، لو شاب من الشباب مثلا عنده اخت على سبيل المثال، او يعني عندهم اقارب مثلا، واجتمعوا مجموعه من البنات، تشعر بحاله من الكهرباء اللي بتصير موجوده في النطاق، وبتشعر بحاله من التوتر بسبب فقط وجود جنس اخر. هذه مساله يتعامل معها الشاب. الاصل ان يكون الموضوع اكثر راحه واكثر هدوء. انا بذكر مثال يعني قريب من الناس، ممكن اي يوم يصير. الشاب بصير ممكن تسول له الشيطان انه لا تفرج، دير بالك، اعمل سوي، ممكن يلجأ للحرام، يلجأ لشيء غير مناسب. امثله سريعه بحاول اطرحها لفكره عطش، عطش لاني انا ما بعرف شو اسوي. الاب بيشوف ابنه بدخن، بيشوف ابنه بلش شوي شوي صحبه سوء. اي بالمدارس، وهذا سنذكره بعد قليل، في المدارس الوضع يعني للاسف بالمدرسه بصير أسوأ. يعني بعض الاهالي عندي، يعني واحده من الاهل بتحكي لي الولد عندي كان كويس صف سابع، الولد نفسه كويس ما شاء الله عنه وحافظ قران وكذا، لكن للاسف بس راح المدرسه خرب اكثر، بمعنى الكلمه خرب الولد. ففي تحديات الواضح امامنا في المدارس، في اماكن متعدده اللي منها الشارع ومنها المركز اللي بروح عليه اذا كان بتدرب شيء معين، واي مكان في تحديات اذا ما كان الشاب في عنده حصانه واكثر من فاير وول امامه حقيقه سيقع. جميل 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 جميل. طيب يعني رائع جدا الله يجزيك. وفعلا يعني مش كل الاهالي اصلا قادرين على الخطاب، مش كل الاهالي عندهم الثقافه المعلوماتيه مع هذا الطوفان من الهجوم للافكار. يعني ما مثلا هجوم المنظومه الالحاديه الماديه العلمانيه اللادينيه الفكر الحداثي التحدي التكنولوجيا، هاي الافكار الموجوده في افلام الكرتون ما كانت على وقتنا. شو احنا على جيلك وانت صغير، يعني افلام الكرتون كانت لسه يعني فيها نوع من الهدوء والاحترام وفيها فوائد. يعني بيل سيباستيان مثلا على سبيل المثال، ولا شو اسمها سالي، انت من جيل تبعك كنت تطلع على سالي سالي على الاقل روايه عالميه محوله لكذا، او على بيل وسيباستيان. لكن الان تطلع على ام بي سي 3 مثلا او على نتورك كرتون عباره عن شذوذ، الحاد، كفر، لا دين، الامور اللي اليابانيه هاي شو اسمها الانمي، كلها عباره عن وطنيه على على الحاد، على عقائد، عدم التزام، شيء مش معقول. ففعلا بدك واحد يكون فاهم وتابع وعارف يستخدم اللغه والخطاب ويكون جاهز لهذه الامور. الله يا ربي يتقبل منكم وينفع فيكم. طيب ليش سميتوها، سميتوا مركز اتاها تخصيصا؟ جميل. هو الحقيقه دكتور يعني طبعا كاي مشروع في الدنيا الاسم دائما يحتاج وقت. صح. الموضوع ما اجى بسهوله، لكن الفكره اللي كنا بنحاول نشتغل فيها انه ما يكون الموضوع من ناحيه سلبيه، انه في عندنا مشاكل بدنا نعالجها، في عندنا مشاكل نعالجها. لا، في الحقيقه في عندنا اشياء خيره طيبه اعطانا الله اياها، تمام؟ والله تعالى لما منحنا اياها على اساسها كلفنا. طب بناء على هذه المعطيات احنا في الحقيقه اجى في بالنا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، اذا هناك شيء مأتي، يعني هناك شيء معطى. معطى، نعم.
إذا أنت لا تنظر دائما إلا وسعها، لا ما هي وسعها بعد ما تكون اللي الله تعالى أعطاك إياه اشتغلت فيه. يعني اكزاكتلي جميل أنت بالترتيب بالضبط الترتيب المنطقي، هي المشكلة إن إحنا ننتقل مباشرة ونقفز مباشرة إلا وسعها، على أساس إنه أنت استنفذت الوسع، لكن في الحقيقة أنت تركت آية مؤسسة في هذا السياق تقول إلا ما أتاها، أعطيت شيء في وقت والله في صدق عندك مال. تطرح الموضوع احسن مني بتنظر علي والله ما انت لا لا يعني صراحة هي فلسفة. عجبتني عجبتني طرح آية مؤسسة وآية الله احنا والله اطلع تلاميذ دكتور والله العيال كبرت ها العيال كبرت، ما انا امبارح بس نشرنا على الاعلان فبكتب على الفيسبوك يعني والله وكبرنا يعني صار استاذنا بالصديق والله يعني الواحد يستحي صار هذا شرف هذا شرف لي انا والله الا والله دكتور بالفرح يعني والفخر الصحيح هذا من فضل الله الله سبحانه يبارك وتعالى يعني طبعا اكيد انت يعني من شكل شخصيتكم ربما 10 او 15 او 20 دكتور يعني قد اكون انا جزء بسيط منهم لكن كلنا نفخر بهذا والله لما نشوف ما شاء الله الله يبارك فيك دكتور الله يجزاكم خير وان شاء الله هيك يعني اسير اني انت الان اوحيت لي بفكره اني اسير اعمل سلسله تخصيصا مقابله طلابي وانجازاتهم تخصيصا جميل ستكون جميل جدا يعني وانا ساضيف على هذا الموضوع دكتور ايضا على هذه النقطه انه حتى السياق القراني لكلمه اتاها جاءت في الغالب الاعم بدي اقول كلها بس خايف اكون عملت استقراء ناقص يعني غالب الاعم من استعمال كلمه اتا في القران استعمال ايجابي ذلك على سبيل المثال فاتاهم الله في ال عمران فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين فرحنا بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم على عمران أيضا جميل. مثال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله إذن في إتيان إيجابي وأخيرا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وجاءت في سياق الإنفاق وقال يعني أكثر من حد من علماء السلف أنها تصلح أيضا بشكل عام لكل ما آتاه الله للإنسان طيب جميل فهذا بشكل عام يعني المرور خير على هذا الفهم الطيب اذا خلاصتها انه انتم الان المنطلق تبعكم انه في بايدينا احنا كمسلمين بايديكم انتم كشباب بايدينا كدعاه كاصحاب علم شرعي بايدينا شيء اعطيناه ويجب ان نحسن استثماره صح 100% 100% ممتاز ايش هو هذا الاوتيتو انتم بدكم تحسنوا استثماره الان مما اوتينا على الاقل وهذا اقل القليل وهذا بسم الله زي ما نحكي في العاميه الوقت طالما عندك وقت انت قادر بشكل عجيب انك تنجز قادر على قادر على التعلم مما اوتينا ايضا الانترنت هذه الوسيله اللي انا في الاردن وحضرتك في كندا دكتور هذا اوتينا وهذا ايضا بيفتح لنا باب تعلم يعني ان شاء الله اللي قدام شوي راح نحكي ايضا لما مثلا على سبيل المثال نعطي دوره ويكون جزء منها اونلاين هذا يعني اتيان عظيم عطاء عظيم نعم في دول اخرى دول متعدده وتسمع طرح معين في دوله اخرى ربما يعني قديما تحتاج الى اشهر من السفر ويعني امكانيات كبيره لتحصل جزء منه ولا اتكلم عن محتوانا نحن بقدر ما هو المحتوى المنشور على الانترنت من الخير العظيم يعني هذه الكلمة لها دلالات كثيرة جدا يعني اختصرناها في كلمة قرآنية احنا نرغب ان يكون القرآن وهو كما سنذكر بعد قليل يعني مركزية بالنسبة لنا جميل. القرآن يعني. طيب سؤال الآن ممكن تعطينا انا في عندي هو سؤال ذو شقين الشق الاول منه انتوا ايش اللي بتقدموه بالضبط يعني انتوا مركز بتحفظوا قرآن نقطة ولا في شيء اخر وبعد ما تشوفوا شو اللي بتقدموه الفرع الثاني راح ارجع لك المؤسسات هي نفسك نفسيا له انتوا ايش تفرقوا عن المؤسسات التعليميه الموجوده يعني اللي مودي ابنه على مدرسه اسلاميه بيستفيد منكم ولا ما له حاجه فيكم مثلا عنده اياه فانا ذو شق اول شيء انتوا ايش بتقدموا تمام فيما يفرق نعم نعم الله يجزاك خير احنا بشكل عام نقدم مواد تاسيسيه بالجانب الشرعي بالجانب التربوي بالجانب الفكري حتى نحاول تشكيل نموذج جديد يرغب الشباب لأنه عارفين أنه الغالب في عنده حواجز وصوارف تحول بينه وبين الاتيان لهذا النوع من المراكز أيضا جانب رياضي جسدي الأول الجذبي والثاني أيضا من جانب أن يعني الإنسان أعطي جسدا هذا مما أوتيناه أيضا هو في الجسد
قدرة على الحركة. من الأشياء اللي نريد تقديمها إن شاء الله هو الجانب الجسدي. الآن هذا بشكل عام، طب ما هي هذه المواد الشرعية؟ ما هي هذه المواد الفكرية؟ ما هي المواد التربوية؟ إحنا قسمنا البرنامج على فصول، أو يعني برمجنا بشكل عام على فصول. قمنا بتشكيل نموذج فصلي. أن الفصل فيه يتكون من 3 أشهر، كل شهر طبعاً 4 أسابيع، كل أسبوع يكون في عنا لقاءين. لقاءين، اللقاء الأول تقدم في هذا، طبعاً بذكر مثال الفصل الأول الذي سيأتي إن شاء الله يعني الأيام القادمة في الأشهر القادمة. يكون في عنا مادتين، المادة الأولى هي مادة نسميها مادة الآداب. حلو. آداب مادة تنتشر على أكثر من فصل. الفصل الأول منها وهو أهم أدب، الأدب مع الله تعالى. إذا لم تكن حقيقة الإنسان الواحد فينا إذا ما كان متأدب مع رب العالمين، يصعب أن يتأدب مع أوامره. إذا عرفت الأمر هان الأمر. سبحان الله. أنا أول الأدب فكرت الأدب، الأدب بمعنى الأخلاق السلوكية بين البشر. جميل. هو هذا صراحة أول ما يأتي للذهن، لكن حاولنا إحنا ننقل المصطلح لمستوى آخر. الأدب مع الله تعالى سيكون على سبيل المثال مما سيطرح يعني في هذه المادة، سأعطيها أنا هذه المادة. ما سيعطى؟ أولا مثلا إثبات أدلة وجود الله تعالى حتى تتأدب مع الله تتعرف أنه موجود. مما نواجهه، ورأيت بعض يعني الأخوة والأخوات كتب تعليقات يعني، طب نحارب الإلحاد. ما هو يا جماعة إحنا الفكرة ليس فقط نحارب الإلحاد بطرح فكرة الإلحاد ومواجهتها بشكل مباشر. نعم. مما يحارب الإلحاد هي تشكيل اليقين الحقيقي في نفوس أبنائنا. جميل. يتأكد من أدلة تعتبر من أبسط الأدلة العقلية ومن أقواها في نفس الوقت، البساطة والقوة، مثل دليل على سبيل المثال دليل الخلق، هذا اللي معضلة أساسية أمام التيار الإلحادي كاملا. دليل الإيجاد أقصد فيه يعني. نعم. لكل حادث محدث. نعم. تمام. هذا على سبيل المثال يقدم بطريقة بسيطة للشباب تجعلهم متيقنين. يعني مما أذكر أنا في هذا السياق، يعني عندي طالب مرة بشرح طلاب يعني مش هذه السنة الماضية لأول ثانوي، فكان يقول يعني والله يا أستاذ بصراحة بالحصة أنا بشرح هذه الأمور يعني بشكل مغتضب هنا وهنا يعني أقتنص الفرص، يقول والله أستاذ كان عندنا طالب، لاحظ أول ثانوي كان عندنا طالب يقول الطبيعة خلقت كل شيء، وهذا الطالب يعني يدل أنه في خطاب موجود من الشباب أيضا. بغض النظر الآن يعني حجة قوية ليست قوية، مقتنع مش مقتنع بغض النظر، لكن هذا موجود موجود. إذا لم يحصل أمامه الشاب طبيعي جدا المدخل هذا يرسخ في ذهنه، في يوم من الأيام يأتي سؤال آخر، بعد فترة يجد نفسه راغب في الإلحاد يشك. المدخلات البسيطة هي شيء أساسي. مثلا مواد ثانية، مادة ثانية نقدم بالتوازي، وهذه شغلة أساسية أن يعني يقدم بالتوازي. نعم. مادة العقل بنسميها مادة العقل، نعلم الطلاب كيف يفكر. كيف يفكر؟ هي الإشكالية أنه أحيانا إحنا مش منظمين فكرة التفكير. جميل. هذه مع الأستاذ علي الله يرضى عليه، يعني نقول أن نعلم الطلاب أن يفكر كيف يفكر، يعني من باب تكون طريفة يعني أستاذ معقول نفكر كيف نفكر؟ نعم نفكر كيف نفكر، لأنه إحنا للأسف يعني بسبب النظام التعليمي الذي سنذكر موضوعه بعد شوي يعني السؤال اللاحق، النظام التعليمي لا يحفز على التفكير بشكل حقيقي، فلذلك مما يقدم نعلمهم كيف يفكر. هو لما أمامه شبهات مثل الإلحاد، نعم. يعني أبسط الشبهات من الناحية المنطقية من ناحية الوجود والعدم يعني يشك فيه، هذا إشكال ومو قادر يفكر صح. جميل والله، هذا شيء رائع. أنا هذا طبعا من ضمن الأمور اللي أعجبتني فيكم أصلا. أنا يعني بحكي للجمهور الآن، أنا بعثت ابني جواد وحضر هذه الدورة مع سبب من أسباب تشجعي أصلا. واحدة من الأمور اللي ابني جواد مع أنه صغير نسبياً يعني 13 سنة ونص، لكن كان مستوعب كل شيء، وهي من ضمن أمور وقف عندها بيقول لي بابا أنا أول مرة يعني باخذ إشي اسمه أتعلم كيف أفكر بعمره. أوكي هاي بالجامعة ممكن يتعرض لها الواحد، خاصة بالعلوم الإنسانية بعديد من الكليات، بس بصف يكون مثلاً صف ثامن أو تاسع يتعرض لكيف أفكر من ناحية فلسفية وعقلية بمنهج منضبط، كان كثير تجربة رائعة صحيحة يعني، وهنيكم عليها انكم قدرتوا تطرحوها لهذا العمر. بالمناسبة بس انا قبل ما تكمل الفصول وتكملة، في عدة اخوات عم بيسألوا هل شغلكم فقط مع الذكور ولا مع الاناث، او جاوبوا امتى ما بدك، بس يعني keep it in your mind. تمام يعني خليه شوي سنذكره الان في وقته.
إيه؟ عشان طيب ما الآن، الآن الأدب مع الله ثم العقل وكيف أفكر. فكر. نعم، من مما يطرح بس ختاما في مادة العقل أيضا، نعم نطرح الطلاب نماذج صور يراها في حياته اليومية كمدخلات. على سبيل المثال، على التلفزيون رأى دعاية من دعايات أحد القنوات الإعلامية اللي يعني لا تنشر الخير أبدا، يعني رأى في يوم من الأيام دعاية في الشارع، رأى في المدرسة شيء معين، في مناسبة فرح رأى شغلة معينة. هذا يعلمه أن يفكر به بطريقة صحيحة، كيف يدخل يتأنى لحظة، مهارة التوقف، يتأنى وبعدها يفكر ماذا سأفعل، كيف سأتعامل مع هذه المسألة. هو كل ما رتب مدخلاته ورتب طريقة تعامله معها، كل ما استطاع بعدها لما يجي واحد يحكي له تفضل دخن، قدرته على التفكير أعلى، مناعته أعلى، من باب أولى. يجي يعني نحاول من الأشياء تقدم أيضا في مادة العقل، لما يجي نحكي له ترى الألعاب الجيمز اللي هذه معضلة أساسية يعني نواجهها إحنا ويواجهها كل الناس، ويعني الكل بواجه إشكال فيها، كيف تتعامل معها؟ مما يقدم أيضا شو المدخلات اللي بيشوفها في الجيمز، يطرح مثلا على سبيل المثال بعض الألعاب، أذكر مثالا واحدا فقط، لعبة مشهورة جدا زي ماينكرافت، تمام، لعبة مشهورة جدا جدا بشكل غير عادي، من أكبر الألعاب، نعم تمام. لعبة زي هذه رسميا على موقعها الرسمي تضع شو اسمه الفلاج، الإشارة، يعني إشارة تبعت شذوذ الجنسي، نعم على شذوذ الجنسي بشكل رسمي. لك أن تتخيل هذا بإيش معرض هو بيلعب. فإذا ما كان واعي لهذه المدخلات، طبيعي جدا في يوم من الأيام تلاقيه لابس بلوزة عليها علم شذوذ الجنسي، ومش عارف مثلا. المادة الثالثة نطرح، وهي مادة يعني عشان ننطلق من مركزية واضحة، وهي مركزية القرآن، مركزية الوحي. نطرح مادة القرآن تلاوة وتدبر، مادة جميلة جدا لطيفة، نطرح سورة معينة خلال الفصل، نتدارسها مع بعضنا، نتعلم تلاوتها بشكل مناسب، نطرح مباحثها، نحاول رؤية ما الأفكار الموجودة في هذه الآيات، نستنبط منها تطبيقات عملية، نحاول استنطاق القرآن، استنطاق الآيات قدر المستطاع بما يتناسب مع الفئات. وآخر مادة الجانب الجسدي اللي ذكرت لك يا سابقا، يعني من باب ولجسدك عليك حق، يعني ومن حق على أنفسنا يعني أن يكون هناك جانب جسدي، يعني نحاول نوجده، لأنه أحيانا الجانب الجسدي محك لما يجوا يلعبوا الشباب مع بعض، أيضا عملي سيكون يعني إيجابي جدا، يعني إن شاء الله رب العالمين قدر المستطاع. يعني بالنهاية كيف الموضوع غلط، يعني أنا مش مركز كرة قدم، يعني أنا لا أقدم تدريبات لصناعة رونالدو، أنا أصلا عندي مشكلة مع رونالدو. أنا أقدم بس برنامج، يعني نحن نقدم برنامج يعني فقط يملأ وقت، أول إشي جيد، ثانيا يحاول أيضا تلبية حاجة الجسد. كل ما كان أقوى جسديا، كل ما كانت قدرته العقلية أعلى. يعني هناك علاقة فرضية بين القدرة العقلية والقدرة الجسدية، الجسد القوي يستطيع تحمل العقل القوي. سبحان الله، جميل جميل، الله يجزيك الخير ويكرمك ويبارك فيك. طب انا قبل ما اكمل، شو الفرق بينك وبين المراكز الثانيه مثلا او المدارس الاسلاميه، سلبيات ايجابيات؟ سالوا كثير عن موقع المركز وعن ذكور واناث، هذا هيك بس اذا سمحت. صوتك راح. صوت. نعم، عفوا. نعم، نحن الحقيقه يعني في هذا الفصل، يعني مع بدايتنا إن شاء الله رب العالمين، يعني أثرنا أن نبدأ في البداية بداية متواضعة مع الذكور فقط. أعتذر من أخواتنا الإناث وأعتذر من بناتنا العزيزات، لكن الحقيقة البداية ستكون حصرا على الذكور. إلى أن إحنا إن شاء الله في الأيام القادمة، خلال الفصول القادمة قريبا جدا، سنطرح شيء إن شاء الله رب العالمين للإناث بإذن الله. جميل. بالنسبة للذكور، نحن مقسمينهم لفئتين. الفئة الأولى من عمر 10 لا عمر 14 لا عمر 13 عفوا من 14 ل 16 هذا 14 16 بنيتوه على اساس تربوي، على اساس معين علمي. نعم، هو الحقيقه 10 13 ما زال طبيعه التحديات اللي امامه، طبيعه الاسئله ابسط ومختلفه عن طبيعه الاسئله اللي صار عمر 14 15 16 جميل. نعم، يعني طبيعه الاسئله تتغير، طبيعه الافكار تتغير، طبيعه المعطيات اللي شافها تغيرت، فلذلك يعني تقسيمهم افضل. طبعا
تبع ال 12 بيكونش عنده مثلا مشكله مع الجنس الاخر، اقصد بمعنى مش مهتم مثلا باسئله الصحبه والصداقه والحرام والحلال وبيصير وما بيصير، كلياتها بيكون همه مثلا الالعاب، همه البسكليت، همه الجيمز، همه السهر، النوم، الحاره، المسبات الشتيمه. بينما تخيل 14 15 تلقائيا جزء اساسي من حياته علاقته بالجنس الاخر، فغلط يكونوا التنتين مع بعض هذول الفئتين، صح؟ 100% 100%. هذه تحديات مختلفه تماما وكل واحده لها اجوبه مختلفه يعني. نعم، جميل جميل جميل. هذا الفئات المستهدفه، هاي الفئات المستهدفه. احنا يعني الحمد لله موجودين في منطقه طبربور. نعم، طبربور، منطقه طبربور يعني في عمان، منطقه صراحه مكتظه وتخدم يعني احياء وضواحي متعدده، وحقيقة خالية من المراكز يعني فيها، لكن يعني كأنه ما فيها، فيها وكأنه ما فيها يعني. هي بحاجة يعني. هذا يقودنا إلى السؤال الذي طبعا هنا في إحدى الأخوات بتأكد، بتقول مراكز الإناث موجودة بكثرة وأنا أشجع مركز للذكور. ترى كلامها صح، لأنه مش بالضرورة بنفس التشكيل اللي عم تحكي فيه، لكن الأخوات بشكل عام مهتمة أكثر بالمراكز، وعدد اللي بيحفظوا وبيتابعوا سبحان الله أنشط بكثير. ندرة ما تجد مراكز للذكور ناجحة، أصلا مراكز أصلا للذكور ندرة من حيث المبدأ. صح. هو تحدياتها أكبر، وهذا اللي يعني إن شاء الله قدام شوي راح نطرحه. يعني هي فكرة التحديات هذه، لماذا ما في يعني؟ وصراحة ينبني على هذه الملاحظة سؤال لماذا، هذا يعني أذكره في قادما. طب هسه سؤال، شو الفرق بينه بالمدرسة؟ يس، هسه المشكلة الأساسية في المدرسة حتى نكون واضحين، يعني الحوار سيكون يعني كما قلت في نقاط جريئة، إنه المشاكل في المناهج بالمقام الأول. إحنا مناهجنا لا تلبي حاجات الشباب. يعني أتكلم عن مادة التربية الإسلامية اللي أنا بدرسها، عندما تكون على سبيل المثال يعني للصدفة اليوم أدرس يعني آيات سورة السجدة، نعم، في بداية تتحدث عن الخلق وأن الله أنشأ الخلق. طيب جميل، هذا أنا شخصيا لما أقدمه بقدم معه أدلة وجود الله، دليل الخلق، دليل الإتقان، يعني دليلين أساسيين على أدلة وجود الله. في الكتاب ما في هذا الكلام ولا في تلميح له، غير يعني سطحي جدا. لا أن الطالب أولا فكرة مجابهة الإلحاد، مجابهة فكر لا ديني، فلذلك المنهج بالمقام الأول مشكلة. هذا إحنا مو محكومين فيه في المركز، المناهج نحن نعدها، وليس نحن يعني بمعنى أنا وصديقي علي فقط، يعني نحن نطلع البرامج، نطلع المواد عفوا والمناهج على أهل تخصص نثق بهم ممن تربينا على يديهم، منهم دكتور أمجد الله يبارك فيه، منهم دكتور عبد الرحمن ذاكر، منهم بعض الإخوة أيضا الآخرين يعني والدكاترة. فلذلك المنهج حقيقة يلبي ويجيب عن المسائل بطريقة يعني خليني أقول قوية. مشكلة المناهج ضعيفة، يعني يقدم أجوبة سطحية. أنا ما بقدم له أجوبة سطحية، بقدم له أجوبة قوية لكن مبسطة. هذا فرق، في فرق كبير بين المستويين. جميل. وهذا للأسف يعني موجود. ثانيا المدرسة تحد، يعني المدرسة موجودة بسياق معين، الطلاب موجودين مختلفين تماما، والأستاذ ممكن ما عنده هم، ما عنده رغبة أنه يطرح بعض المسائل، ما عنده معرفة فيها أو ما عنده اهتمام. بغض النظر، هذا سيكون دورنا احنا، لأن المدرسه لا تقدم. ايضا يعني ربما الشيء بالشيء يذكر انه بعض المدارس تهدم لا تبني. بعض المدارس لما تكون على سبيل المثال ببرامج دوليه، على سبيل المثال وطنيه لكن دوليه اكثر، تحديات اكثر، هو اصلا المنطلق عنده ثقافه لا اله، هو المنطلق عنده ثقافه تفصل بين الدين وبين الحياه كلها. فهو لما يطرح عنده مسائل أساسية على سبيل المثال في الأحياء، في الفيزياء، في الرياضيات، لا تربط قدرة رب العالمين. صح، للأسف. يعني للأسف يعني لما يذكر على سبيل المثال التاريخ، خلينا أذكر مثال أقرب قليلا وأسهل. يعني التاريخ يذكر الآن، أنا شخصيا والله سمعت طلاب كثر، يعني أنا بحاول لما أبلش المواد بذكرهم شو الهدف من المادة عشان ليش بدون، ليش قاعد عندي، يعني ليش بحضر أصلا تربية إسلامية. طيب، يعني ما نعطينا وضوء وصلاة وهو صغير وخلص فكت وراحت، ليش معطيله هسه إحنا وبضل معاه للتوجيهي تربية إسلامية. فكثير من الطلاب يقول لي طب يا أستاذ ليش أنا ما بعرف، طيب شو الفايدة من الدين، أو عفوا شو الفايدة من الاجتماعيات، التاريخ شو الفايدة منها. تخيل التاريخ، أنت مجرد اطلاعك على فكرة التاريخ لها أثار عظيمة في حياة المرء إذا قدمت بشكل صحيح. صح طبعا. ومن وعى التاريخ في صدره فقد أعضاء أضاف أعمارا إلى عمره.
يا سلام، يعني لك أن تتخيل الأعمار التي يحرم منها أبنائنا لما ما تقدم لهم التاريخ بشكل مناسب. تاريخك هويتك. 100%، فهو لذلك طبيعي جدا لما يطرح أمامه شبهة ببلش الرج. العثمانيين كانوا محتلين، ببدأ بالرج مباشرة، ما بيعرف. مع إنه لاحظ في مادتهم، تمام، تطرح مبحث العلمانيين في صف، إذا ما أخطأت، 9 أو 8 أو 10، والله نسيت صراحة، ما بدرسها أنا المادة لكن مطلع عليها، تمام، لكن لا يقدم جواب عن هذا السؤال المركزي. سؤال مركزي، سبحان الله. شبهة موجودة، والآن بعض الناس بيستعملها في ظل يعني بعض المعطيات اللي موجودة في تركيا وغيرها، يعني من الأشياء. سؤال بيطرح بيقول لك ترى العثمانيين كانوا محتلين، طب والإرث العثماني اللي امتد لأكثر من 700 سنة طوال التاريخ الإسلامي أين هو؟ ما بيعرف جواب، ما عنده أصلا هذا الجواب. أنا بذكر والله يا أخي، أنا من الأمور اللي بتألم، أنا مواليد 67 وكنت بالصف الله العاشر، يطول عمرك. الله يجزيك الخير، بالصف العاشر بسنة 1981 إن لم تخني الذاكرة. بذكر بال81 إلى الآن ما زلت أذكر كتاب المنهاج، كان لأنه كان في عندنا بالعاشر، كنا إحنا المرحلة الثانية يعني بالأول ثانوي وقتي كان اسمها. المهم بذكر كتاب، يا رب ان شاء الله اكون ذاكرتي صح، كتاب التاريخ انا الى الان محفوره في راسي، لحد الان ما عم تطلع من راسي. وقتها كان الله يغفر لنا الله يهديهم اللي كانوا قائمين على المناهج في ذلك الوقت، تخيل هذا انا درسته بنفسي قبل حوالي 40 سنه في مناهجنا، عندي مبحث الاحتلال العثماني للدول العربيه، ماشي اقول لك غطرشنا ومشيناها، مع اني انا ضدها تماما وخاطئه ومشيناها، لا بنفس الكتاب حملة نابليون العلمية على مصر. جميل جميل. نابليون الذي جاء بسفنه وخيوله ودك البلاد وأهان البلاد والعباد وقتل وحرق واستخبل استخدم المدافع وقتل من المسلمين والمسلمات، حطوه في كتاب التاريخ حملة نابليون العلمية. قال ليش؟ جاب لهم مطبعة بولاق وصار يطبعوا كتب. اجتزاء اجتزاء. يا إلهي، أنا طبعا أنا درستها وحفظتها وقدمت فيها امتحانات جبت علامات، لما ابتدأت أتوعى بعد ذلك وتدينت، وهنا ما ابتدأت أتوعى غير لما تدينت بالمناسبة يعني. وإلا المادة اللي أعطيتني إياها، طب من كان قائم على المناهج في ذلك الوقت؟ من الذي تسبب في هذا الخطأ العلمي والإجرام الهوياتي والثقافي؟ من كان مسؤولا؟ وهذه رسالة طبعا للإخوة والأخوات المسؤولين في مناهج وزارة التربية، اتقوا الله في من تسمحون لمن يكتب المناهج. لا يجوز أن يكون 98% من الشعب مسلم وعقيدته مسلمة ويسلم المناهج مثلا على سبيل المثال لواحد صاحب فكر ماركسي يساري شيوعي لا ديني حاقد على الإسلام، يحط لك معلومات كما يريد على سبيل المثال. خطيرة جدا جدا. هذا طبعا تنبيه انه قديش نتعب اولادنا مشان احنا صرنا بدنا نصحح لهم اللي بياخذوه ولا انا بدي اذكر طرفة يعني شوي غريبة، نعم، يعني توضح العطش وعن معضلة المدارس، تمام. في احد اوليات الامر، يعني الله يجزاه خير احسنة الظن بنا زيادة عن قدرتنا يعني على التحمل، ترسلنا طلب انه نعمل تعليم حر، انه نعمل شيء جسم موازي لجسم المدرسه، التعليم النظامي. تخيل احنا ما زلنا مركز يعني لم ينطلق، تخيل الحاجه شديده لدرجه انه ام مجرد ما شافت شيء بطرح يعني ربما مشترك معها بارضيه معينه خير، مباشره تطلب لهم، عفوا تطلب منهم انه يعمل تعليم حر، انه يكون احنا يعني خلص طلعوا المدرسه يجي يدرسوا عندكم. هذا الحقيقة مضحك بالنسبة لنا، لكن مبكي، مبكي أن المدرسة أصبح الأهل بيعرفوا أنه ترى أنا بودي ابني لأنه فقط ما عنديش شيء ثاني، مش لأنه أنا بدي أتعلم، لأني عارف أنه أنا في الغالب بدي أوديه أشياء ثانية أعلمه أكثر. طبعا نحكي بشكل عام في إشكاليات عامة، لا يعني المدرسة شر، يعني يا جماعة الخير طلعوا أولادكم من المدارس، لا لا نقول كلام، لكن نقول أنه في إشكالية واضحة، في إشكالية. بدنا متابعة، بدنا علاقات تربوية رائعة بين الأب والأم، الأب والأم بدهم يتابعوا حالهم، بدهم يتابعوا يتثقفوا يقرأوا يستعينوا ببعض الخبراء، يعني الموضوع ما يترك، لأنه حجم التحدي مش زي أول. العقود الأولاد والبنات كانوا بالحارة بالحي، والحارة والحي في العائلة الممتدة موجودة الإعمام والإخوال والجدات والعمات، وما في تلوث فكري، ما في موبايلات، ما في سوشيال ميديا، فلو بده يصير خطأ كان الواحد لو بده يعمل خطأ بخطط له شهر، وشو الخطأ؟
بده يروح يتلصلص على على بنت مثلا بالحاره بخطط لها شهر. هاي هسه هو قاعد على الموبايل كبسه واحده كل فسق الدنيا موجود تحت يده، وعدم القدره على الفلتره وعدم القدره على الادراك. فالموضوع يعني مش سهل. قبل ما نترك هذا الملف اخي عصام الله يكرمك، تذكرت انا بتعرف انا بدرس ثقافه اسلاميه باللغه الانجليزيه واللغه العربيه في الجامعه الاردنيه. اذكر الى الان طالبة عندي كانت بنت عائلة يعني عريقة ومحترمة جدا عندنا في الأردن، كانت تدرس بإحدى المدارس الانترناشونال، فجاءتني للمادة ثقافة إسلامية لطلاب الجامعة باللغة الإنجليزية. طبعا لغتها الإنجليزية بيرفكت كأنها جاي من وسط الولايات المتحدة. أول إشي هي ما طلعت من عمان، يعني متمكنة من اللغة 100%. كانت تسألني في المادة، مادة طلاب لجامعة، أنا بحكي بقضايا فكرية ضخمة، بتعرف موضوع تعريف الثقافة ومعنى الثقافة واللغة واصطلاحها، الثقافة واللغة، الثقافة والتاريخ. فكل حين وآن كانت تسألني أسئلة بسيطة جدا جدا، أستغرب أظنها تمزح أو تستهزئ، يعني أسئلة ما بتنسأل بس كتير بسيطة. لدرجة قلت لها أختي أنا متفاجئ، يعني أنت يعني كيف ما بتعرفي هاي الأشياء؟ فبتفاجئ بتقول لي أنا 12 سنة في هذه المدرسة لم آخذ حصة دين واحدة، وهي تسكن في عمان. حصة دين واحدة، يعني لا بتعرف تلاوة، لا بتعرف تجويد، لا بتعرف أركان صلاة، لا بتعرف شروط وضوء صلاة. خلينا نحكي بالبسيط البسيط، الأمور الشعائري ولا الشيء، فما بالك بالأمور الفكرية. بقولها معقول؟ بتقول لي آه، لأن انترناشونال سياستها من زاوية أنه ما بدنا ندخل بالمشاكل الدينية، لأنه كل بلد تعرف بيكون في أكثر من دين. بعض المرات في ديانة إسلامية، ديانة مسيحية، ويمكن يكون في ديانة أو يكون في طوائف زي مثلا بلبنان أو غيرها، بس هذول عندنا بالأردن إحنا 98% مسلمين. فهاو كم؟ كيف صار؟ معلومات داخلة في البلد، عايشة في البلد، وعربية مسلمة ما بتعرفش إشي عن الدين، 12 سنة تتقن اللغة الإنجليزية وعندها معلومات ثقافية رائعة جدا، لكن الدين شبه مشطوب عندها. مسكينة كانت بالحصة بتستغل وأنا عم بحكي كل شوية بتسأل أسئلة بسيطة، يعني أسئلة بتنسأل من طلاب المدارس بس ما بتعرف. هنا رسالة للأهل اتقوا الله في أولادهم. طيب حطيتها انترناشونال لأنه بدك اللغة، طيب في المقابل عوضت هذا الفقدان باللغة العربية وبالشريعة الإسلامية أو بالتربية، سميه اللي بدك إياه، قربها من الله. ما بتعرف أركان الوضوء، ولا بتعرف كيف تصلي، ولا بتعرف كيف تتوضأ، ولا بتعرف أصلا ليش، ولا إشي ولا إشي نهائيا. تخيل تأكيد أنه التحدي أنه بنودي أولادنا هون، طب سدث الخلل بالجهة الثانية. صح، وأنا بدي أختم هذا الملف بفكرة يعني حقيقة كنت تصاغ بشكل فني على سيرة الأشياء الفنية. هناك منافسة على الكعك التربوي، خلينا بطريقة تالية. الآن كأي شيء في الدنيا يعني هناك كعكة، مثل السوق، مثل البزنس، هناك كعكة، سوق كعكة. الآن كل منافس يأخذ جزء من هذه الكعكة. الآن التربية بصيغتها المعاصرة هي كالكعكة، فالكل يحاول يتنافس. ما يسمى الآن مصطلحات معاصرة التربية الحديثة، نعم، على سبيل المثال على المناهج الأوروبية دول معينة، مناهج الفنلندية، الطريقة الأبصر إيش. فالآن هذه كعكة، إذا ما كان هناك وجود لمنهج تربية إسلامي يحاول تقديم مركزية للوحي، مركزية للمسجد، سيكون هناك إشكال كبير. سيكون هناك المسجد نفسه جسم غريب عن المجتمع، فكرة أن الله تعالى حاضر في ذهننا فكرة غريبة عن المجتمع. هذه كلها مشاكل موجودة. يعني نحن طبعا لا نزعم أن نحن نقدم أجوبة لكل هذا ونقدم حلول لكل هذا، هذا يعني جهد عظيم، لكن نحن نعلم ندرك أنه هذا إشكال، أنه هذه مشكلة موجودة أساسية. جميل جميل. طيب هل الآن اللهم صل على سيدنا محمد، وأنا عم بدردش معاه قبل الموضوع ذكرت لي أنه عندك اهتمام في متابعة والتوجيه للتطبيقات الحديثة كمثال، مثل قضية الإنستغرام والببجي والتيك توك والكذا إلى آخره. أنتوا بمنهجكم في هذا المدرسة شو في عندكم حلول عملية أو أين وضعتوا إشكالية اللي هي تكاد تكون إحدى أبرز أمراض العصر اللي هي الألعاب الإلكترونية، واللي الآن انتقلنا من الألعاب وموازيها تطبيقات زي التيك توك. يعني تيك توك أوكي مش لعبة، تطبيق، لكن 15 ثانية هاي أنا شخصيا تجربتي الناس كتير ضلت تحكي لي أدخل عليه اعمل عليه، قسما بالله إني إذا بدخل عليه دقيقة بحس حالي يعني كأني رحت على والعياذ بالله كأني على شاطئ عرى. إشي مش معقول.
انا لحتى قدرت استوعب بس كيف ادخل على الموضوع صار عندي تلوث بصري عانيت منه ساعات، لدرجه بس مشان افهم شو التطبيق بتصدق اني بمسك الموبايل تبعي هيك بحط ايدي هون بحط ايدي على الشاشه بكبس من تحت قسما بالله من سرعه صح. خروج الوساخات مشان اقدر اكبس تحت على البيج تبعتي، لانه لبين ما اشوف صفحتي لبين ما اشوف صفحتي بكون شفت لي اربع خمس كوارث. بقول الشباب الصغار اللي داخلين يشوفوه من كثر الوساخه اللي فيه كيف بتعاملوا معاه، وان كان انا نفسي انا قاعد بعاني كيف اتعامل معاه، بس من باب اني اودي كلمه طبعا ولا انصح احد من اللي عم بسمعوني يروحوا له، انا عم بحاول احط ماده من باب اني اقدم ولو واحد بالمليون مقابل هالكوارث عم بتصير. لكن ايش عندكم تصور كيف تخاطبوا اليافعين بهاي الاعمار تجاه البلاي ستيشن 4 والانستغرام والعلاقات بالاخر؟ في تصور معين؟ في فكره تعتقد انها جديده لخطاب هذا الشباب بهذا المشكله؟ يمكن من اهم الافكار تقدم في هذا الباب، اول شيء انه نكون في هناك اتفاق بيننا وبين الاهل، هذا بسم الله. يعني منهج الحل لا يرتبط بجواب واحد، لكي نكون واضحين. يعني انا يصعب علي اني اقدم حل للشباب على سبيل المثال عن طريق فقط اني انا احرمه من هذه الاجهزه، اشيلها من امامه، هي في الحقيقه راحت من امامه قد تكون، لكن قد تكون حاضره في ذهنه من ناحيه الرغبه في الحضور، الرغبه في المتابعه، اذا اتيحت له اي فرصه سيرغب في الحضور مباشره. لذلك الاشياء اللي نقدمها هي مساعده الشباب في عمل جدول خاص بهم. جميل. يملي وقته. من حول قدر المستطاع انه على سبيل المثال ندله على دورات اونلاين ينمي مهارات فيها. في عندنا دورات في كل شيء بخيروه الشباب. اي شيء طبعا شيء مفيد، احنا ما بنحكي دوره في شيء غير مفيد، دورات في شيء مفيد، اي شيء موجود اونلاين نحاول نرشدهم لاشخاص ايضا عندهم يعني شيء طيب ممكن يساعدوا، نرشدهم الى اماكن ايضا طيبه مثلا في الجانب الرياضي، نملا لهم وقتهم ايضا في جوانب على سبيل المثال حفظ، رؤيه، متابعه مواد، حضور اشياء معينه، لعب. ولذلك احنا بنحاول كمان يعني في الجانب الجسدي نسد فيها هذا الجانب. جميل، انتوا عم تشتغلوا على منهجيه عامه، يعني بمعنى انك انت بتساعده على التفكير كيف ينظم وقته وكيف مع تنظيم وقته يملا وقته باشياء مفيده مع موضوع التنظيم، بالاضافه لتبسيط المعلومات العقديه وتحصين الهويه، زائد وجود حصه لا باس بها من الحركات والمهاره والرياضه مشان يصير نوع من الدمج. ونضيف لها ايضا هي فكره تنميه مهاره التفكير، هي اهم واحده، لانه مجرد ما يرى كميه المصايب اللي موجوده في الشاشات وفي الموجوده بالمدخلات اللي امامه هو حقيقه سيشعر بنوع من النفور. هو لما يرى حقيقه بعض اليوتيوبرز مثلا وبعض الستريمرز اللي ليل نهار بيعملوا بثوث وبيعملوا نشر لفيديوهات معينه، مجرد يرى حقيقتهم ويرى ماذا يوجد خلف الصور هذه كلها وفي العقل الباطن ماذا يرسخ من المعاني، هو ينفر مباشره. لذلك اذكر يعني رده فعل لاثنين من الطلاب الله يرضى عليهم، اعطيناهم ماده يعني عن ماذا يرى في الالعاب وفي الافلام كرتون وعلى التلفزيون في جانب بس مبحث الشذوذ الجنسي، الشذوذ الجنسي. والله اذكر انه اول ما روحوا على البيت ترن الام علي بعد مباشره نصف ساعه من الحصه، بعد ما روحوا مباشره يعني بمعنى الكلمه بترن علي بتقول لي انا يعني مشان الله بدي اسالك انت شو حكيت للشباب؟ انا بيني وبينك خفت، قلت ابصر شو فيها، ابصر شو قايل. لكن في الحقيقة هو بتحكي لي أنت حكيت لهم أشياء، أجي أروح الولد بيقول ماما إحنا التلفزيون ما بدنا نتفرج عليه أبدا، إحنا التلفزيون بدنا نروح وبدنا نكون دايرين بالنا على كل قناة نفتح عليها. توعى، استوعب، فهم، صار واعي، صار يقول ماما إحنا التليفون ترى بدناش نلعب عليه هاي اللعبة، لا هاي اللعبة خطيرة. طبعا هو الفكرة لسه ما زالت بسيطة عنده، قال لنا نلعب لعبة ثانية. لا لا. لكن في تقدم، فتح الملف انه الموضوع، فتح الملف عم نلعبه بس خلص، لا لا لا، في خطيرة. نعم، مجرد ما يرى على سبيل المثال طول هذا يعني انا يعني ازداد يقينا انه ترند حالي تربوي بشكل مخيف، اللي هو سؤال او نقصد نقطة، طب يا جماعة الخير انا هسه بقدر، الشاب بقول انا بقدر اني انا اصير يوتيوبر وبقدر اني انا العب على سبيل المثال لعبه معين، ببجي، فورتنايت، اي لعبه بدي اياها، تمام، وادخل بطولات اجيب مصاري. اذا تعلمت منهج التفكير بصير يعرف انه هذه حاله واحده،
من بين آلاف بل ملايين الحالات. نعم. لذلك أنت قاعد بتعول على واحد بال... لا مش واحد بالمية، 0.00001، تمام، طريق ممكن يبني لك مستقبل، وهو مستقبل مريض بمعنى الكلمة نفسيا، بمقابل عشرات الطرق اللي نسبة نجاحها 50 و60 و70%. هذا بحد ذاته منهج، بمعنى أنه لا ينضحك عليك بهذه الزينة المتزينة. واحد مليون زبطت معاه، تبني حياتك على هذه الاحتمالية، راح تكون فاشل 100%. وغريب وصراحة يعني حتى هم بيعرفوا، عفوا هم نفسهم بيعرفوا أنه طب في الحقيقة لو فكر فيها، طب والله أنا ما عندي الإمكانيات أني أنا أصير هذا الواحد من بين 3 ملايين. نفسه بصير يستحضر، بيقول لي والله أستاذ أكرم طالب، بيقول لي والله أستاذ صراحة كلامك صحيح. من صراحاتهم بيقول لي والله أنا لما ألعب مع شباب مثلا من أوروبا أو شيء دائما بيغلبوني لأنه إمكانياتهم أكبر. يعني صار هو يستحضر المشاكل اللي أمامه، يستحضر أنه عقليا مش نافع، يعني صعب صعب عملها. فهذا من الحلول اللي نقدمها. أيضا إجابة عن أسئلتهم، وأيضا معالجة أفكار اللي هي الرغبة في الفضول. يعني أحيانا مثلا فيديوهات على سبيل المثال يسموها ردة فعل، فيديو ردة فعل reaction to something، بيجي مثلا بيكون في فيديو أتفه ما يمكن، بيجي يوتيوبر معين بيجيبه وبيعمل عليه رد فعل معين. يعني هذا ترند طالع، يعني الحقيقة الشباب عنه شفت شيء منه يعني بسبب كلامه. الحقيقة أنه هذا بسبب فقط الفضول. إذا عالجت عنده فكرة الفضول أنه ترى تفاهة، وإذا أنت أواعي حقيقة بتعرف أنه هالتفاهة بديش تفرج عليها، ما تفيد. ونقرب لهم الموضوع بمسألة الخزان، العقل كالخزان، أنت تملأ به من الأعلى سينزل من الأسفل، صح جدا. تملأ تفاهة طبيعي جدا يخرج تفاهة، طبيعي جدا. لما تيجي تحكي له وقف في الصف، وقف في البيت، أمام العائلة، أمام أي حدا، لما يكبر احكي كلمتين مناح ما بيعرف، احكي كلمتين جديات مش قادر، ما تعود، ما رأى، يعني مخه ما في حالاته مزح، نكت، تخويت أو جنون، أجهزة عدم التعبير. طب خذ في أمامك تحدي، أنت هذا السؤال بدي أحوله إليك أنا. تفضل يلا اعتبر نفسك الآن أنت في المركز عم بتدرب. وهي والد الفاضل عم بسألك السؤال، تفضل. كلهم فكروا قبل ما أجاوب حل المعلومة، لهم رفض الرفض التام. جميل. يعني ما بنعرف عفوا شو الحالة الفردية الموجودة هون، لكن بشكل عام هو لازم يرى نموذج. يعني من الأشياء اللي إحنا يعني نحاول تقديمها أحيانا إنه هو يرى تطبيق واقعي من ناحية السعادة. يعني هو في إشكال أصلا مسبق من ناحية إنه إذا إحنا متدين معناته أنا مسكين، أنا هبيلة. هذه كنا مخلينها ملاحظات أختم فيها، لكن يعني أجا وقت السؤال هذا. هي من المشاكل تقود لهذا النقطة إنه للأسف مفهومنا عن المتدين مفهوم خاطئ. نعم. إذا كنت متدين معناته أنت درويش مسكين عباب الله، يلا يا كيوت، ضربك على اليمين عطيه اليسار، سب عليك الله يسامحك. لا، مو هيك. من قال هذا الكلام؟ وين قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ وين قول سيدنا عمر بن الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعني؟ وين قوة سيدنا عمر بن العاص؟ وين ذكاء قوة سيدنا علي بن أبي طالب؟ وين دهاء وذكاء سيدنا عمر بن العاص؟ أن نحن نأخذ جزء من التدين. من ربما تستغرب، يعني من أفضل الأشياء اللي استفدتها بعض الشباب، يعني بيحكي لي لاحقا يعني في آخر الفصل بوزع عليهم استبيان شو أكثر إيش استفدته، بكل أحيانا إني شفت نموذج لشاب متدين، بس أول إشي فاهم لغتنا، ثاني مش متنزل بالخطاب لنا، ترى اسمع أنتوا الغلط وأنا الصح، هيك بهذه القوة. أنا اللي عندي الدليل، تعال ناقشك، إذا أنت قد حالك تعال ناقشني في أفكارك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا النمط من الحجاج أو النقاش أحيانا يرى ترى إنه هذا النموذج أنا مو متعود عليه، متعود على المتدين شاب مسكين. ممكن حتى اللباس يؤثر، طبيعة اللباس انك لابس لباس طيب جيد قادر تمزح. يعني دائما بيقولوا يعني انه المتدينين بنبسطوش، احنا ما بيعرفوش دعاء الشيوخ استاذنا يعني دكتور الشيوخ، اللهم فيعنا بطاعتك. يعني تعرف عصام سبحان الله ذكرتني بشغلة، يعني قدر الله سبحانه وتعالى اجى وقتها، يعني يمكن ما كنتش ناوي احكيها، يعني ذكرتها بعض المرات للناس لكن اذكرها من باب يعني تصحيح المفاهيم. أنا اللي بحكي معاك العبد الفقير، الله أكرمني، كنت من 10 الأوائل على المملكة في سنتي الحمد لله بالـ85.
كنت العاشر على المملكة، وبذكر لما قررت أدخل شريعة لأني كنت ماخذ قرار من الصف العاشر إني أكون، سبحان الله، وأنا بالعاشر قررت أن أكون أن أدرس الشريعة، فقدر الله من 10 الأوائل جيت. فلما حطيت بالورقة الشريعة فقط وأجوا الناس يباركوا لي، الأهل والأقارب والمعارف والجيران والمحبين، 3 أشهر وبيتنا مفتوح، قيمة التوجيه كانت كثير أعلى على أيامي، أعلى ولي قبلي أكثر. يعني أنا بالسنوات اللي قبلي يا 2 يا 3 قبلي، أنا كان الراحل الملك حسين هو الذي يخرج طلاب الجامعة الأردنية بيده. يعني قيمة التوجيه كانت عالية جدا جدا جدا، بتختلف عن أيامنا الآن. العلامات الأول بالفرع الأدبي بسنتي على المملكة كان 93. يا الله، هاي ال 99 وال 98 ما صار بقول لك مئات. أول على المملكة 93. المهم موطن الشاهد، لما حطيت شريعة فقط فجاءتني ردود الأفعال من الناس اللي تربوا على المنظومة المادية وهم مساكين، يعني بس هيك تربوا، بدك إشي بقول لك انجنيت، انهبلت، انخوتت، كيف بدك تعيش، كيف بدك تاكل، كيف بدك كذا، بكره كيف بدك تتجوز، كيف بدك تفتح بيت، شو بدك تعمل، روح لك كذا بتصير تقص ذهب. هاي انحكت لي، روح بالتخصص فلاني بتصير تقص ذهب. يعني هم انك، طبعا مصطلح اردني اللي قاعدين معنا هنا بالصفحه من عده دول، تقص ذهب هو مصطلح مجازي كنايه عن انك ستحصل كثيرا من المال بسرعه رهيبه جدا. فبتصير تقص ذهب، يا الله، كل العالم لازم تفكر كيف تقص ذهب. طب هذا الحكي اللي بحكي لك اياه عمره 35 سنه، قسما بالله انا من اكثر الناس ازعم سعاده على كوكب الارض وفرحان ومبسوط. احنا ماديا وسافرت ورحت وجيت واشتغلت وعندي الوظيفه اللي بعتز فيها ورحت طب الفكر المادي اللي مسيطر علينا هذا انا عشته، وكان وما زال، وان كان الحمد لله الوضع كثير الناس احسن. انا بالتسعينات فصاعدا صار في عشرات ومئات من اللي عندهم علامات عاليه يعتزوا يدخلوا الشريعه، تغيرت الصوره ما شاء الله، وانت منهم. الله يبارك فيك، يا رب يعني الله يستعملنا وما يستبدلنا. المعاني عم تتغير نتيجه انه الوضوح عم بيصير، وان كان برضه التحدي عم يزداد. طب انا في عندي ضل هيك سؤالين سريعات، وبعد ذلك الامر اليك اذا بتحب تختم تضيف، واحنا كنا عم ناخذ طريق الان. مصدر الدخل اللي بتاخذوه او الرسوم اللي بتاخذوها، تعطينا تصور عنها، لانه في اخت سالت سؤال وانا بعتبرها من رقيها في التفكير، قالت هل انتم بحاجه للدعم؟ يا الله يجزيها الخير. والله يعني كم مليون اذا حواليها يا ريت والله. طبعا في اخت سالت هل انتم بحاجه للدعم؟ هي عم تسمعني، اذا بتحبي تتواصلي معهم وعندك القدره تدعمي يا ريت. اصلا كل المراكز الاخرى اللي في العالم تنشر الالحاد وتنشر الاباحيه وتنشر الشذوذ كلها تدعم من عشرات المراكز والدول، يعني فما ما حد بدون دعم، لكن انا اعلم انهم عم بيعيشوا على الحد الادنى من الرسوم. بتحب تعطي تصور على الرسوم ولا تتركه للي بيدخلوا على المركز؟ ما رايك؟ ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، يعني بالعكس يمكن فكرة جيد تقدم. يعني هو الحقيقة احنا هدفنا مش مادي بحت، يعني هو مادي بطريقة تعيل المركز على الاستمرار وتعيلنا ايضا نحن على الاستمرار. طبعا 100%. نحن ناخذ على 8 لقاءات مثلا مدار شهر، يعني 8 لقاءات يعني شهر، تمام، ناخذ مبلغ على الطالب الواحد 30 دينار فقط. فقط اذا كانوا اثنين يعني بنعمل خصم 50 دينار كمان، يعني ها خصومات تشجيعيه. يعني هو الحقيقه مبلغ رمزي بمقابل ما يدفع. يعني كم وجبه بتعطوا معها؟ يعني احنا شوي دكتورنا اللي بتخرج عندنا بعد سنتين من جوزه دكتورنا، يعني ما شاء الله. هو صراحه يعني شيء بسيط، يعني لكن الهدف منه استمرار المركز، وايضا هذا تحدي اساسي بواجهنا وبواجه كل الشباب. يعني بكل صراحه احنا مثلا احنا، وهذه لاستنساخ الفكره وافاده الاخوه يعني جميعا يعني لتناقل الموضوع، احنا ما استاجرنا مركز كامل بمعنى طابق كامل استاجرناه تمام وفرشناه وجهزناه واديناه مديناه بالاثاث و و ما بنقدر نعمل هيك. يعني تفضلت، احنا ما عندنا دعم كافي وما بنقدر في ظل ظروف الكورونا تحديد، يعني المشكله الاقتصاديه ما نقدر نعمل هيك. فصرنا يعني موجود مركز اصلا في منطقه طبربور، استاجرنا منه، استاجرنا نعم. منه، وهذا ذكاء، وهذا ذكاء. نعم، هو الحقيقه يعني احنا صرنا نفكر في خياراتنا ونبحث. يعني للامانه الحمد لله رب العالمين ما اجى الموضوع بيوم وليله، احنا فكرنا في الموضوع جيدا وعملنا وبحثنا ورحنا. يعني حتى من سبحان الله الاشياء اللي بنواجهها،
انه حتى اثناء البحث وكذا وصعوبه يعني الوصول لمكان مناسب وهيك، يعني صرنا حتى احيانا نشعر انه والله يا عمي الفكره صعب خلص، يعني صرنا نلاحظ انه لا بلا، يعني صار في نقاش انه والله الاماكن مش مناسبه، لا في مكان خلص خلينا نبعد المكان، خلينا نشوف مكان موجود جاهز اصلا وناخذ منه دوره. يعني صراحه تحدي كبير الجانب المادي، تحدي كبير جدا. جدا صح فعلا. وانا هون يعني بدي اطرح مشكله صراحه، يعني انا اعتذر على طرحها لكن واقع، كثير من مراكز القران ايش مشكلتها الاساسيه؟ في عندهم جهد طيب وجميل جدا، لكن للامانه مشكله انه الموظفين اللي فيها ما عندهم مصدر دخل، طبيعي جدا بعد فتره يترك، بعد فتره هو ما بيطور حاله، هو مو قادر، هو مطحون في الحياه. صح، تقول له تطلب منه اعد لي ماده على الشذوذ الجنسي، وهو يا حبيبي هو يا دوب لاقي يوكل عشان يعد لك الشذوذ الجنسي، هو منيح منه موظف قران. صح، هذا تحدي. ما هو برضه يعني ما نطلب من العاملين في المجال الدعوي والمجال التربوي، نطلب منهم ما لا يستطاع. صح. ولذلك هنا هاي رسالة لأهل الخير، كل من أموال زكاتكم وصدقاتكم حطوا ببالكم المراكز هاي فعلا إذا بدك تتطور وتتقوى ادعموهم، لا بد من الدعم، ما في، ما هي الحياة كلها هيك ماشية. شوف هنا، ما رأيك في هذا؟ استاذ ظافر البزور، ما شاء الله. طبعا استاذ ظافر البزور هو منسقنا لماده التربيه الاسلاميه والمواد الانسانيه في مدارسنا في العمريه. ما شاء الله، أهلا وسهلا استاذ ظافر، الله عليك. يعني استاذ قدير والله انا يعني من فتره قليله تعرفت عليه لكن له فضل كبير علي وتعلمت منه والله، وما وستعلمنا في الايام القادمه. وايضا رايت قبل شوي كمان مديرنا استاذ حسام ابو رحمه، سبحان الله، يعني شو القصه؟ مين هون؟ كمان علق قبل قليل استاذ حسام ابو رحمه مديرنا كمان رضي الله عنه، يعني من الطراز الرفيع الله يبارك فيه. يعني انا مسرور في عملي في المدرسه واسال الله انه تكون بوابه خير عظيم. يعني مجرد احيانا الدعم، يعني عسيره الدعم، مجرد وجود والله يعني اشخاص تربويين في مكان صحيح، هذا لحاله دعم ايضا. فعشان انا اوضح يعني او ازيد من معيارنا، هو مش معيار الدعم فقط مادي، يعني مجرد انه حدا يدعم بجوانب اللي بيقدر عليه، هذا انجاز عظيم. يعني سبحان الله الناس تعلق منار حتام لمعلمتي في العاشر اول ثانوي توجيهي، يعني هي صراحه ما شاء الله ما شاء الله، والله معلمينك معلمينك ما شاء الله بارك. قبل فتره حاولت اتواصل معك والله مس منار ما عرفت اوصل لك. الله ما شاء الله، حياكم الله فيها يا رب، سبحان الله. بس جيت من السفر هيك شيء يذكر، يعني نضحك الجماعه قالوا لك يا عمي كل هاللايف كله مكت وكله كلام ثقيل، يعني نضحك. قبل فتره درست في نفس المدرسه درست فيها في منطقه الزرقاء في الصيفه، فدرست كان المعلم هاي المعلم مس منار، درست معك درست شوية، والله صرت انا استذكر، قلت الله الله يرحم ايام مس منار، والله كنا نغلبها يا عمي، الماده صعبه يعني. الله يرضى عليها يا رب. يعني سبحان الله، يعني هذا تحدي اساسي جدا. وانا هون اوجه رساله، يعني انت دائما توجهها ل يعني اهل الخير، يا جماعه الخير، يعني ما حد يزعل مني، احنا مش بحاجه مساجد. نعم، احنا صديق صايب يقول لي شفته ما شفتني، الله يسامحك بس عزيز الله، احنا بحقيقه مش بحاجه مساجد. يعني يجي واحد يتبرع ب 50 و100 الف و200 الف، انا في الحقيقه بكل مكان، ما رحت على اي مكان في الاردن، وانا الحمد لله انتقلت باكثر من محافظه، يعني في اربد وعمان والزرقاء وكذا، وبروح الى اصدقاء في عده محافظات، ما شفت منطقه بحاجه مسجد بقدر ما شفت منطقه بحاجه، او مش منطقه، مناطق، ايوه، مراكز تربويه. نعم، تفريغ شباب، اعطيه طالب علم، اعطيه مبلغ تمام يعني جزيل، مبلغ يعيش فيه حياه طيبه، وقول له تفرغ انت للتاليف، تفرغ للتعليم، تفرغ لاعداد مواد تربويه، هذا انجاز عظيم. وهذه مشكله احنا نواجهها بكل صراحه، يعني سبحان الله الواحد بيحاول. وانا اطرح يعني شيء شخصي لكن يعني ما في اشكال، يعني بشكل عام يعني كنت احاول دائما ابحث عن مدرسه انه ما تطحني في الحياه، يعني انا تطحني اللي هو انت تاخذ وقتك كله 12 ساعه و14 ساعه لاجل فقط لقمه العيش، بالمقابل انت ما عندك جهد لا علمي لا تربوي لا جهد عملي لا دعوي ولا شيء. فهذا يعني إذا ما كان في توجيه لإدارة الأموال بالشكل المناسب، ستبقى هذه المشكلة ولا ستتفاقم. جميل. أيوه، هذا يعني مبحث كنا حاطينه، يعني بشيء يذكر. من المشاكل أيضا هي فكرة إدارة العلاقات. يعني الدكتور عبد الرحمن الآن، عفوا الدكتور أمجد،
تمام يعني دكتور عبد الرحمن ذاكر الله يرضى عليه له فضل علينا عظيم بعد رب العالمين يعني. الدكتور أمجد الآن من إدارة الطيب للعلاقات يستضيف الآن طالب اللي هو أنا على سبيل المثال عنده الآن. أنا تعرفت على ناس تعرف علي، هذه إدارة علاقات حسنة إحنا بحاجتها. المشكلة متدينين وملتزمين يعني ندير علاقاتنا بشكل ضيق، ندير علاقاتنا بشكل يعني فقط ضمن ما يناسبنا، مش مستعدين نختلف مع بعض ولو شوي ونتفق على هدف اشتراك بالأهداف ونشتغل. يعني حتى أقول لكم فكرة يعني سبحان الله يعني أيضا شيء طريف، يعني الاختلاف وارد تمام لدرجة أنا وعلي جينا عم نتناقش في مسألة يعني في الفورم يعني مسألة مهمة لكن يعني ممكن تجاوزها، اختلفنا خلاص بدنا أنا بدي يمين هو بده يسار. نعم. طب إخوان ومتفاهمين وأصدقاء وأجمل من هيك ما في. تعرف أستاذنا كيف حلينا المشكلة؟ والله حجرة ورقة مقص. سكر يعني ما سكر، لكن تعرف شو؟ حاطين هدف إحنا بدنا نمشي وبدنا فائدة. مش راح أوقف الشغل عشان والله حطينا توقيت عشان لا مشي يمين لا عشان فلان يشتغل كذا. بدنا برضو حسن إدارة للخلاف. يعني لابد أنا متفق أو مختلف مع واحد من توجه عقدي معين، مع واحد من توجه حركي معين، لكن متفق أنا وياه إنه إحنا في مقابل المادة العلمانية محتاجين نوقف مع بعض، حبينا ما حبينا هذا واقع. حسن الإدارة هذه مهم جدا، هذا تحدي نواجهه. وأيضا يعني أختم فيها مسألة الصورة النمطية، يعني اللي كان ذكرناها بشكل قبل شوي بشكل مباشر، إنه صورة نمطية إذا كنت متدين معناته حياتك مش حلو. كيف دنبسط؟ أقول لك كيف دنبسط؟ كيف بدي أعيش حياتي؟ هاي مسألة أنا مش عارف يعني من وين أجي مسألة أعيش حياتي يعني. أيوة. إذا بالحرام ما بتعيش حياتك، إذا كنت في الحلال لا ما بتعيشش حياتك، تعيش حياة الشباب الثاني. يعني مفاهيم محتاجة تعديل، مفاهيم محتاجة تعديل. 100% والله صدقت فعلا. نقول ده كثير لما بين قوسين أيام اللولو، لما كان عندي برنامج التلفزيون الأردني، واحدة من الأفكار اللي كنت على وشك إني أنا أطرحها وأنفذها إنه برنامج أسميه الوجه الآخر أو الجانب الآخر، أقابل علماء الحاملين الشهادات الشرعية وأناقشهم في حياتهم الطبيعية الشخصية العادية، يشوفوا الناس قديش إحنا مبسوطين ومرتاحين ونضحك وبسط ونطلع رحلات ونحكي مع بعض، بس مش ضروري بالحرام، لأنه المد العلماني المتطرف عبر الإعلام العالمي حط براس الناس أنك أنت ما بتنبسط إلا إذا قاعدة كان فيها بنات إذا كنتوا شباب، وأقنع البنات رباهم لا يمكن تنبسطوا إلا إذا القاعدة فيها شباب، فلازم هذول يكونوا بزبطوا بهدول وهذول يكونوا بزبطوا بهدول وهذول، أو ما بتنبسطوا إلا إذا فيها شرب، أو ما بتنبسطوا إلا إذا فيها أرجيلة، أو ما بتنبسطوا إلا إذا فيها رقص وغناء. مين قال لك؟ والله قسما بالله كل هاي الأمور محرمة ما بنعملها مبسوطين. أقل قاعدة بقعد مع إخواني في الله، بنقعد نطلع برا يعني سواء شوي ولا امبارح كنت في بحيرة في قارب مثلا، شيء الضحك اللي ضحكناه والمزح اللي مزحناه بالحلال بالمباح والله بيعطيني طاقة 10 أيام لقدام، مش ضروري يكون في حرام، وهذا تصحيح مفاهيم زي ما تفضلت. جميل. احنا احنا بحاجة الدكتور يعني تمد لنا خطك من البحيرات اللي عندك عندنا في الأردن، يعني بدنا اسمع إلا كانت وضعها مرعب من ناحية المي اللي فيها، أكبر تجمع مائي للمياه العذبة والحلوة في البحيرات على كوكب الأرض. ما شاء الله يعني الله يرزقنا شوية. رابع أصغر أكبر بحيرة عندهم، يعني في 3 أكبر منها، حجمها تقريبا حوالي 270 ضعف البحر الميت. يا الله. رابع عم بيحكي مياه عذبة وليست بحرا ولا محيطا، مش مالحة يشرب منها. يعني زي سيل الزرقاء أستاذ يعني. طيب الله يجزيك خير أخ علي، عم بحط إعلان حطيته هنا. نعم. جميل. طيب الآن معظم شغلكم أونلاين صح؟ لا، هو الحقيقة إحنا شغلنا كاملا في البداية يعني فقط فيس تو فيس يعني مباشر يعني، لكن طلب البعض إنه يكون في شيء أونلاين، فإحنا أتحنا مادتين يعني صراحة، لأنه لعبة كرة القدم والقرآن يعني راح يكونوا في الملعب، فصراحة صعب بثهم يعني، لكن مادتين أتحناهم، مادة العقل ومادة الأدب أتحناها أونلاين، فاللي مهتم أونلاين ممكن يسجل. يعني المهتم أن هذول المادتين يسجل يعني فيها خير بإذن الله، يعني يعني لو ما تحصل كل شيء لا يعني نترك كل شيء يعني، فصراحة يعني أيضا أتحنا هذا الفكرة والحمد لله، هذا برضو مما آتانا الله من فضله يعني، الإنترنت موجود بنقدر الحمد لله سجل بعض الناس يعني، إذا في حدا مهتم
يعني سيكون ممتاز بالنسبة له يعني في أي مكان يعني بعيد. احنا نفضل فيس تو فيس للي موجودين، لكن اللي مش موجود بعيد يعني يتعذر وجوده، ما في إشكال أونلاين يحضر معنا يعني. جميل جميل جميل. طيب يا سيدي، احنا الان بعرفش اذا انا في اشي ما سألت عنه، اذا بتحب تحكي عن خططكم المستقبلية ثم نختم مثلا. بالضبط هذا اللي كان في بالي، يعني خطط مستقبلية انه ان شاء الله تعالى يكون في عنا مكان حقيقة كبير واسع يسع بقدر المستطاع شبابنا، يجعل هناك بيئة حاضنة لهم نعم آمنة، أول إشي تستقطبهم، تربيهم، تعلمهم، تهيئ لهم صحبة صالحة. يعني البعض ذكر على التعليقات انتبهت أننا نريد صحبة صالحة، وهذا ما نريده حقيقة. نعم من أكبر الأشياء اللي من الله علينا فيها هي الصحبة الصالحة، ولا ويعني لذلك يعني لما نقرأ في كل جمعة في آيات البقرة آيات الكهف عفوا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذا أيضا شيء عظيم، صدقت والله فعلا. نحاول تقديمه طبعا، يعني بيحتاج منا جهد ووقت. الآن لما ننشئ هذه البيئة سنحاول وجود طرح لكل المواد، لكل المواد، لكل العلوم من المنطلق الشرعي أو من مركزية الوحي. بمعنى آخر لما يأتي أنا يعني ببحث حقيقة عن أستاذ في الفيزياء وعن أستاذ في الكيمياء وعن أستاذ في الأحياء يطرح لي أثناء الطرح عظمة رب العالمين، يربط هذه الدقائق الصغيرة بهم بالطلاب أثناء الكلام مع رب العالمين. هل ترحبون، هل ظرفكم يسمح يأتيكم متطوعون بساعات معينة لتنظموا جهدهم ضمن هذه الرؤية؟ يعني افرض الآن أنا عندي على الصفحة ما شاء الله عدد ضخم جدا، الآن عم بسمعونا، إجا واحد قال لك أنا مستعد بالشهر أعطيك ساعتين، وأنا دكتور في الرياضيات ومهتم جدا بالإعجاز العلمي فرضا، يجيك واحد يقول لك أنا أستاذ في المتخصص في الصيدلة أو في علم الأمراض وعندي جهد في موضوع كذا ممكن أخدكم وطلب، تقدر تجمع هذه الطاقات تشكل منهم توليفة تقدم فيهم مواد؟ عندك الاستعداد لذلك؟ سبحان الله، يعني احنا ثاني نقطة كاتبينها توظيف طاقات الشباب الموجودة. لا بدي أنا مش الشباب، بدي المتخصصين. يعني افرض ممكن انا سمعت، انا الان اقرب حالي من الجمهور، اجيت شفتك قلت لك اسمع انا بعطيك ساعتين بالشهر فرضا، قسمهم زي ما بدك، حطهم زي ما بدك في موضوع فرضا الاعتزاز بالهويه، انا مستعد كل شهر فرضا اعطيك ساعه ولا ساعتين، انت حطهم بالوقت اللي بدك اياه، استخدمني انا ما بدي منك فلوس وجزاك الله خير، حطني. افرض اجاك 10 زيي، هل انت هذول متطوعين؟ هذول طاقات جايين ما عنده فلوس يعطيك، لكن بيعطيك من جهده ومن تخصصه. ما في إشكال، بالعكس يعني هذا صراحة إحنا نبحث عنه. يعني بالنهاية في أشخاص أصحاب خبرات وأشخاص يعني عندهم اهتمام معرفي معين في مباحث معينة إحنا بحاجتهم. طلع وأنا عم بسألك قدر الله، الأخت سمية شو كاتبة؟ تقبل المتطوعين؟ نعم يعني بإذن الله في الأيام القادمة، هذا أول يعني أولوياتنا إن شاء الله يكون لنا مكان نقدر إنه نتحرك فيه براحتنا، ونقدر نتحرك فيه ونفتح المجال للمتطوعين، نفتح مجال لأي أستاذ الله يرضى عليه أستاذنا ظافر يعني يقول أنا مستعد. إجا المتطوعين وإجت الطاقات. نعم الله يرضى عليه أستاذنا، الله يبارك فيهم، يعني الله يرضى علينا، إحنا فينا خير الحمد لله عظيم. فينا وقت إناس تقول مهندس حاسوب مستعد أقدم طاقاتي، يعني انا والله ما عندي شك ابدا ابدا في هذا الموضوع. يعني انا متاكد انه مجرد ما نعلم، مجرد ما يكون في رغبه سيكون موجود، وهذا باذن الله زي ما ذكرنا من خطط المستقبليه مباشره، بس هيك نضع قدمنا على الارض، ننطلق شوي شوي، تكون الامور منضبطه ماشي بسلاسه، تمام، سنفتح المجال شوي 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 شوي. مين بسد هذا الباب؟ يعني من الخطط المستقبليه افني فيها، نعم، ان نطرح ايضا مواد مهاريه. يعني انا بدي حدا يدرس لغه انجليزيه كمهاره، تمام، لكن بمنطلق اسلامي، ما بدي يجي يمسك لي منهاج على سبيل المثال من كامبريدج على سبيل المثال ويجي يلاقي كل المدخلات اللي في المنهج يعني مليئه بمعنى الكلمه بفكر غربي، مليئه باختلاط، مليئه بحرام، مليئه بامور لا تليق بثقافتنا، وقد تجد فيها ايضا مسائل يعني شديده التطرف مثل الشذوذ. لذلك الحقيقة حريصين على هذا الشيء في الأيام القادمة، من المهارات برمجة، من المهارات زي ما يعني تفضلت أحد الأخوات الآن قالت
بالبرمجه، بدي حدا يعلم الطلاب برمجه، بدي انا اشخاص ملتزمين عندهم توجه برمجه، عندي عندهم توجه للمنتاج، بدي توجه للتصميم. نعم جميل جميل جدا. بالتمريض وهكذا، يعني سبحان الله قبل فتره والله حتى بس اذكر لك شيء يعني مهم ايضا. احد الطلاب لما بلشنا نعمل له جدول ونحاول نشوف شو مهتم وشو كذا، قدر المستطاع بيحكي لي انا مهتم، وطالب صف ثامن مش كبير، يعني انا مهتم في جانب المساج العلاج الطبيعي. انا والله انا صدمت، يعني شوف حدا مهتم في العلاج الطبيعي، شيء جميل جدا صراحه. لكن هذا ما طلع بسهوله، لما الشاب تحفز وما استحى من الفكره، نعم قدر يطلع بهذا الفكره ويحكي عنها ويدافع عنها. بالبدايه كان لا، انه هو متردد قليلا، يعني شو علاج طبيعي زي ما الله، الشباب تضحك علي اذا بقولها في المدرسه، بس قوي هو صار يعرف انه ترى انا ماسك شيء عظيم، ماسك شيء جميل، وانا عندي رغبه في يعني انجاز طيب. شوف الاخت جهاد شو بتقترح، ممكن تعمل مجموعات يسموها الانترست جروبس فوكست اون سيرتن توبيك، يعني تعملوا جروبات يتجمعوا، يعني فكرة. الآن أنا بدي أحكي نيابة عنكم، هينا عم بعلن للي عم بسمعونا، يا أخوة يا أخوات، هؤلاء ناشئون عندهم أفكار رائعة جربوها أكثر من مرة والآن أسسوا، عندهم أونلاين وعندهم أون سايت أو أون كامبس سموها ما شئتم. فالآن اللي حاب يتطوع يتواصل معهم، اللي حاب يقدم دعم خبراتي الله يجزيه الخير، اللي حاب يقدم دعم مادي الله يجزيه الخير، كلياتها أتواصلوا معهم وكذا إلى آخره. لعل الله أنا أتمنى قريبا أستضيفك بعد ما يصير عندك خبرة إنك صرت تعطي محاضرات في كيفية تأسيس المراكز، يعني جميل جميل استنساخ الفكرة على مستوى الأردن كلها ربما العالم العربي. بعد ما خبرتك تنجح إن شاء الله ويصير عندك تجربة عدة أشهر على الأقل، تمر بكل العوائق المادية والنفسية والتطوعية، وكيف تعمل خطة البيزنس بلان، كيف تبتدأ، يصير عندك PowerPoint presentation مرتبة تستضاف. أنا بدي أسس مركز، أنا بدي أفترض أنا قاعد في الجزائر الآن وأنا أستاذ لغة إنجليزية وحافظ القرآن، مش عارف من أين أبتدأ. أنت يكون عندك قدرة يستضيفوك أهل الجزائر أو أهل المغرب أو يستضيفوك في السعودية أو يستضيفوك في بأي بلد، يقولوا لك تعال قل لنا، أنا بغض النظر عن تخصصي عندي هذا الهم، أنت تروح تعطيهم كيف يجمعوا الطاقات وكيف يحطوا الأفكار، كيف يبتدئوا بالبحث عن الفرص، كيف يعملوا التشبيك، كيف يحطوا البزنس بلان، كيف يستثمروا الموجود قبل التفكير بالأحلام، كيف يستجلبوا المتطوعين والطاقات بالحد الأدنى، لأنه بصير عندك خبرة إيش عملية. أسأل الله أنه قريبا يصير نسمع بهذا الخبر زي ما غيرنا، بس الراقصة والمغنية عن خبرتها في الغناء وخبرتها بالرقص وخبرتها مش ما أعرف كذا إلى آخره. الأولى أمثالكم أن يستضافوا للحديث، وأنا قريبا كأني أرى وكأني أرى هذا اليوم بإذن الله، وإن شاء الله أكون من أوائل من يستضيف بإذن المولى عز وجل. يعني أنا بدي أختم يعني ملاحظاتك سريعة. نعم حاب أحكيها. الأولى في الحقيقة بعد كل ما قيل، إذا ما في رغبة عند الإنسان في الاستفادة لن يستفيد بكل نعم. صح. إذا ما في رغبة داخلية وما في صدق يصعب أن يستفيد الإنسان. نعم. لأن يعني في يوم من الأيام في زمن من الأزمان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان موجود، في ناس ما استفادت. إذن المعيار ليس فقط وجود الخير، أن نرغب به، أن نصبر عليه. أنا بلا شك لن أقدم، عشان يعني هذه يعني لأولادنا ولأبنائنا، يعني لكل من يتابعنا يسجل أبنائه ويهتم بتعليمهم بهذا المحتويات، هو أكيد مش زي لعبة ببجي، أكيد مش زي لعبة فورتنايت. نعم. يحتاج دورة عنا، لكن يحتاج صبر، يحتاج شوية يعني الواحد يجي على حاله شوي في بعض المباحث، بعض الأمور، بعض الأشياء بده يتعب شوي. هذا أمر أساسي، يعني حاب أوضحه حتى ما يشعر إنه الأمور جدا جميلة وجدا يعني زي ما بيقولوا وردية. لا في تحديات ستكون بالصبر. يعني تصديقا لكلامك أخ عصام، رعب ما يسمى بامتحان التوجيهي لدى الأردنيين، لأنه إحنا عملنا له قيمة عليا، ولأنه مبني عليه ما يسمى مجازا وتجوزا، مستقبل الحياة مبني عليه. الناس بتغير نظام حياتها لأجل التوجيهي، بيمنعوا الزيارات لأجل التوجيهي، بيمنعوا السفر والرحلات لأجل التوجيهي، بيدخلوا الشباب والبنات لمراكز بالإضافة لمدارسهم حتى لو كانت مدارس خاصة في أعلى المستويات، بغيروا نظام نومهم، الإخوة والأخوات والأب والأم بصحوا خصيصا مشان يصححوا طالب التوجيهي، وصلوا بغيروا نظام حياتهم على المراكز التعليمية، بيجيبوا الأساتذة الخاصين، بعضهم يستدين مشان إيش؟ لأنه أخذ قرار إنه التوجيهي مهم، فبالتالي
لازم احط كل هاي الطاقات لانه مستقبل الحياه، مع انه على ارض الواقع مش صحيح بهذه الطريقه. تخيل لو اعطينا للمنظومه اللي انتم بتفكروا فيها 10% من هذا التركيز وتغيير. جميل جدا جدا جدا. واحد ولد قال الله مثلا، اب بيعرف انه ابنه، ام تعرف انه بنتها مثلا مش جيده في التخصص الفلاني وقد ترسب فيه، والله انا بديش اروح مركز، والله غصب عنه بتعب، والله هم وراه بدك تروح تفضحناش، المهم بدك تاكل، المهم بدك تعيش، بدك تسوي، بدك تسوي، بضلهم لا يقنعوه. تخيل لو نتعامل مع الاستفادات اللي عم نحكي عنها مع اولادنا بهذا النوع، بس بطريقه حكيمه، نعطي الاهميه زي اهميه المراكز اللي بروحوا عليها في التوجيه اللي هم بيحتاجوها، والله اعلم. طب كلمه خاتمه قبل ما، كلمه خاتمه منك ثم اختم انا. يعني حاب اختم اقول دكتورنا، يعني هذا من فضل ربنا علينا، ومن يعني الامور اللي الحمد لله رب العالمين استفدناها بسبب محاوله مجاهده نفس ومحاوله رؤيه الصالحين ورؤيه الاشخاص ذوي الهمه. فهون عندي رساله يعني تحفيزيه للشباب، اقدموا يا شباب، حاولوا. في بدايه ايام نشرنا عن الاعلان، يعني حاب اذكر هاي النقطه واختم فيها، يعني بالبدايه صابنا هيك احباط جزئي انه ما سجل عنا غير واحد اثنين في اول اربع خمس ايام. نعم حقيقه اصبنا انه لحظه، طب شو بدنا نعمل؟ طب واحد اثنين ماذا نفعل؟ يعني شو الحل؟ والله صابنا نوع من الاحباط حقيقه. طبعا الحمد لله 40 يعني احباط جزئي بسبب يعني يعني تلبيس الشيطان على الانسان، لكن في الحقيقه الله تعالى سيرزقنا دائما. ممكن يكون يبقى واحد على فكره، لا يعني انه دائما راح يكون الامور متيسره وتتوافق كما تريد، لكن اعمل والله تعالى سيحاسبك على النية، سيحاسبك على الخطوات، ولن يحاسبك على النتيجة. جميل جميل جميل. تستطيع أن تفهم كيف سيأتي النبي وليس معه أحد؟ سيأتي النبي يوم القيامة مع واحد مع اثنين. بهذه الطريقة قدم، لأن الله تعالى أبقى نبي وما ما تغير. والله يعني الله تعالى رأى منه والله لا مش مناسب لهذه المهمة، لا ليست هكذا. رسالة تحفيزية للشباب أن أقدم، حاول. كل منطقة من مناطقنا بتحتاج جهد، كل منطقة من مناطقنا بتحتاج عمل، كل بيئة من بيئاتنا بتحتاج يعني كل ما نستطيع من الهمة. حاول ولو بأبسط الأشياء، بالمسجد أنت ماشي، مجرد تحكي مع الشباب في خير، مجرد أقاربك تعمل عليهم في خير، مجرد أنك تحكي مع الناس المحيطة في خير، في أبسط الأشياء نستطيع أن ننجز. لكن هذا يأتي بنية صادقة بإذن الله وبعمل. رسالتي الختامية إنه يعني الحمد لله رب العالمين، كما يقال الحمد لله إنه الله ربنا، الحمد لله الله تعالى حقيقة هو إله، إنه يحاسب على إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدقت. أختم بهذه يعني الرسالة فقط وأقول الحمد لله رب العالمين على هذه النعم، ونحن يعني عباد مقصرون، والله الله تعالى يعني رأى منا خيرا فأظهره، وهناك قبيحا ستره عن الناس. أنا مش ملاك، ولا يعني أخي علي أيضا ملاك، ولا كل واحد يعمل في هذا المجال ما شاء الله شخص ممتاز، يعني بالعكس إحنا عندنا ذنوب وعندنا تقصير، لكن نجاهد أنفسنا، نجاهد أنفسنا. جميل، الله يجزيك الخير. الحمد لله على ما من علينا، ونشكرك أنت والله دكتورنا على هذه الفرصة الطيب، يعني والله فضلك علينا كبير، يعني بارك الله فيك ورضي الله. أشعر بالسعادة أكثر منك، مبسوط. الله يبارك فيك. فخر والله على هذه الطيبة فعلا ما شاء الله، أسأل الله يتقبل منك. يعني انا قبل ما اودع الاخوان ارجو منكم يا اخوه اولا ان تدعوا لهم بظهر الغيب، وان تستنسخوا الفكره ان كنتم قادرين، ان تنشروا هذا الفيديو ما دمتم مستطيعين، اللي حابين يستفيدوا من الخدمات ابعتوا اولادكم، اللي حابين يتطوعوا بالجهد يتواصلوا معهم، اللي عندهم القدره يدعموا ماليا بغض النظر عندهم ولا ما عندهم اولاد، في ناس ربنا اعطاهم مش عارفين وين كذا الى اخره، ف يساعدوا. الله يجزيكم خير. ما في جهد متميز بأثر نوعي دون دعم. المال عصب الحياة، فجزاكم الله خير، وأسأل الله يا رب أنه ينشر هذه الفكرة ويكون لكم الأجر والثواب. بوركت أخي عصام، يعني وجزاك الله خير، ووالديك وكل من يعني رباك هذه التربية الطيبة. ونشكر أخانا علي، علي القواسمة. قواسمة أم القواسمي؟ لا قواسمة، قواسمة. نعم الأخ خليلي. علي الله يبارك فيه، من الخليل. الله يحفظ. نعم الله، حي الله أهل الخليل. عشان هيك مسكين الجانب المادي إحنا. إن شاء الله. الله يرضى عليه يا رب. الله يحفظ. علي بسميه أنا ابن حارتي علي، يعني عشان مساكين قريب، فابن حارتي علي. الله يرضى عليه. الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. نسأل الله أن يعني يديم الود بينكما،
آمين. شو انا اخ علي القواسمي واخ عصام سلطان، وبارك الله فيكم وجعل الله في ميزان الحسنات واكثر الله من امثالكما. اذا احب آمين. اخواني واخواتي على صفحه الدكتور امجد، انا يعني سعدت وكنت ربما اكثر السعداء في هذا اللقاء، وان شاء الله انا يعني او حالي بفكره انه نسير نشوف انجازات طلابنا وطالباتنا المتميزه، نسير نقابلهم ونخلي الناس يتعرفوا على الانجازات الرائعه، ما دام ان الله قد اتانا هذا التكنولوجيا. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. شكرا اخي الكريم، الله يعطيك الف عافيه الله وجزاك خير، يتقبل منك ان شاء الله، نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله.